الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت قلت إلى شممت نسماته وأبصرت نوره وامتلأت روحك بنقائه وهدوئه. مرحبا بكم معنا أهلنا أصدقائنا أحبائنا أوفياء برنامج صباح الخير يا جزائر. إلى إن شاء الله يا رب تبقوا أوفياء لنا إلى غاية الساعة 10 بحول الله. نشكر كل المشاهدين اللي راهم يتواصلوا معنا في هذا البث المباشر عبر موقعنا على الفيسبوك. نستقبل بكل صدر رحب انتقاداتكم واقتراحاتكم، كونوا فقط أوفياء لنا كما عهد ناكم. الغيرة بين الزوجين هو إحساس طبيعي ولا بد منه وضروري في العلاقة الزوجية، لكن إلى أي حد ومدى تصبح الغيرة مدمرة وكيف نتعامل مع الغيرة الصعبة؟ هو حديث صباح الأستاذ كمال تواتي في ركن الدين المعاملة بعد الفاصل. الأستاذ كمال تواتي حاضر معنا هذه الصبيحة. صباح الخير أستاذ. صباح الأنوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك وهلاك، كيف حالك؟ اللهم لك الحمد يا رب العالمين. من أمس للبارح خيراً. من البارح لليوم يا رب الحمد لله. 24 ساعة كل شعب الجزائر ينتظر تلك الوقفة الطيبة بعد سويعات لأداء صلاة الاستسقاء. فنحن نسأل الله عز وجل يا ربنا أن ترزقنا من خير إن شاء الله يعني. نفعك وغيثك على هذه الأرض الطيبة. قد رأينا عدة بقاع مختلف الوطن، مناطق الداخلية كانت يعني أمطار لا هناك بعض المناطق. نعم صح نعم. احنا كريم كان البارحة قبل نعم نعم صحيح يعني بعض المناطق اللي شفناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي صراحة الأرض عطشة لغيث الله. إن شاء الله يا رب ارزقنا من فضلك إن شاء الله واغننا بفضلك عمن سواك. شكرا لك يعطيك صحة أستاذ كمال تواتي. إذن موضوع نهار اليوم راح نتحدث على الغيرة لكن الغيرة بين الزوجين، هذه اللي راهي كشوية نعم صحيح صحيح يعني حورية راهي هنا، زكية راهي هنا، ها وسامية راهي هنا. احنا دائما كيقولوا الغيرة دائما نروحوا غير للمرأة مباشرة. صح وكاين زوج رجال واحد آخرين مقابلين بعضهم. لا مراد قال لك أنا خاطيني. الله يبارك يبارك فيك. تفضل أستاذ. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد تحية طيبة من خالص قلوبنا إليكم جميعا أنتم المتابعون صغار وكبار، على بالي راكم تنتظروا في أي كلمة راح نقولها لأن الموضوع متشعب ويحتاج إلى جلسة، ونحاول إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكون في الوسط في الوسط، والوسط هو كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جيد. إذا كان تحدثنا على هذا الموضوع نبدأ بقصة. تفضل. ولك الفضل. كانت واحد المرأة ذهبت إلى قاضي موسى بن إسحاق، راحت تشتكي من زوجها. حضرت سيادة القاضي وحضرة القاضي، زوجي هذا، كل مرة كنت زعفت ولي ديرها هكذا بلا ما تشوف، زوجي هذا راني نسلو 500 دينار ما حبش يعطيها لي. نظر القاضي إلى زوجها وقال له هل لك من شهود يعني؟ قالوا كاين شهود هام لك. حضر أحد الشهود قالوا بماذا تشهد؟ قال له القاضي قال له حينما تريد أن تشهد أشر إلى الزوجة لأنك تقصد هذه الزوجة ماشي تتكلمني على زوجة أخرى. فحضر الشاهد وقال لزوجتي ذلك الرجل قالها قومي. فتأثر الرجل قالوا وشك تهدر وش علاش تقوم هي؟ قالوا لا حتى تكشف عن زوجها عن وجهها باش نتأكد بأنها زوجتك انت. ما قالوا كلا اجلسي سيادة القاضي 500 دينار نعطيها لها في أقرب وقت. ماذا قالت هي؟ قالت له وأيضا حضرة القاضي إني قد عفوت عن 500 دينار نظيرة غيرته هذه. الله يبارك. فانفض النزاع وقضي الأمر. الغيرة، شوفوا كاين الغيرة وكاين الغيرة، كاين غرة غارة وأغارة في اللغة العربية. غرة من الغرور، وغارة من الغيرة اللي نعرفوها احنا، وأغارة اللي هي من الحروب أغار عليهم ليلا ولغير ذلك. الغيرة شعور داخلي يدفع الإنسان إلى أن يكون عادلا في القضايا العاطفية. عادل
عدلا داخل من العدل أن هذا ملكي، من غير العدل أنني أشوف أشياء تضرني. العدل كيما تحب لغيرك تحب لنفسك. والله أنا كنت في اعتقادي كانت العكس. لماذا؟ لأن كلمة الغيرة شوهت بسبب أفعالنا. الغيرة من أحمد الأخلاق على الإطلاق. والله تقترن عادة، أنا في شخصيا كي قلت العدل يعني كنت شوية مندهشة، لأنه في اعتقادي أنها تقترن بالأنانية. لا العكس، من أفضل الأخلاق وجود الغيرة. إذا ذهبت الغيرة يحتاج الإنسان إلى علاج، لأن الغيرة شعور نفسي طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى هذه الغيرة حينما قام سعد بن عبادة ونادى وقال: يا رسول الله، أيجد الرجل امرأته معها؟ قال: والله لا أضربن بالسيف. وقال: عندي غيرة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابة شافوا متخلعوا كيفاش هو رفع صوته بهذه الطريقة، قال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني. الغيرة على الطرف الآخر. الغيرة مش فقط بين الزوجين، الغيرة على الأعراض عموما، حتى عرض أختك. حذاري أنك تتهم الآخر لأن الآخر رجلا أو امرأة. الغيرة الدينية والغيرة العائلية والغيرة الأقارب، وحنا نتكلم على الغيرة بين الزوجين. لأن بعض الناس كي تولي في داره أهله يدير كل أنواع الحرمة، بصح كي تولي بنات ناس واحد أخرين يهدر واش جات ويكتب واش جات ويتعدى الحدود اللي بها يغضب الله عز وجل. عاودوا نرجعوا للغيرة. الغيرة هي شعور داخلي طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى مكارم الأخلاق حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هي تدفع الإنسان إلى أن يحرص الآخر ويحميه من كل ما يؤذيه هو وزوجه، سواء رجلا أو امرأة. هذه الغيرة مطلوبة وينبغي أن تكون في الدراسات نتاع البشرية، في الدراسات على المخلوقات. ربي خلق غريزة، وأنا أقول هذا، هي غريزة تقوى بالأخلاق الحسنة. معناتها ما كانش مخلوق ربي ما خلقش فيه الغيرة، وتظهر على الأطفال منذ نعومة أظفارهم وتكبر معهم. وكلما ثقف الإنسان وعرف حدوده وحدود الآخر وامتلك الآخر بعاطفة معينة عفوا، فإنه تزداد الغيرة، تزداد الغيرة من الحماية. وبعد نبينوا الحدود وين تولي ماشي مليحة. هذه الغيرة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إليها وقد حث الله عز وجل في آيات قرآنية كثيرة التي تدعو إلى حفظ العرض والنسل وحفظ النفس. هذه كلها من أنواع الغيرة. حتى جعل الدين أن من يغار على عرضه شهيد. يا سيدي، الإنسان حب يتعدى على عرض ناس، فقال له: أرأيت يا رسول الله إن كان رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. شوف يعني دافع على نفسك، مش أنت تتعدى، أنت قاتله بمعنى ادفع عن نفسك. وتكلم على حتى على العرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عن الغيرة، الغيرة بين الزوجين فيها نكهة جميلة ينبغي أن نتذوقها. وقد ما الإنسان يكون فاطم وفاهم، قد ما يشعر بأن تلك الغيرة تزيد فيها. ماشي نقول للإنسان الذي يغار عليك، كاين يغار منك وكاين يغار لك وكاين يغار عليك. حنا رانا على يغار عليك ليس منك. إذا كان يغار عليك من نظرة الآخر، من بسمة الآخر اللي هي المشبوهة، من الحديث مع الآخر، من مدح الآخر في إطار هذا لي، فينبغي أن لا تقترب منه. هذه كلها غيرة عندها حدودها المعروفة والمقبولة، وينبغي أن تضفي جمالا ورونقا على الحياة الزوجية، إلى درجة أن الإنسان يحس بأنه راه محمي وراني تحت أنظار عيون تسهر من أجلي وتخاف علي. حتى أن أحدهم يروى عنه أنه من غيرته أنه كان يغار من كل شيء، من كل شيء محبة، مهم ما يروحش للوسواس كما ذكرنا البارح. يعني اللي هي كان يتحدث عن سواكها، كانت تستاك به فغار من سواكها، فقال: حظيت أيعود الأراك بثغرها، أما خشيت يعود الأراك أراك، فلو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هذه يعني غيرة العرب قديما، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف في المنام أنه في الجنة،
ومع الملائكة ما شاء الله، وهو مع جبريل عليه السلام رأى جارية تتوضأ أو تغتسل من ماء، قال لجبريل عليه السلام: من هذه؟ قالوا: هذه زوجة رجل من قريش. قالوا: أنا من قريش؟ قال: هذه زوجة أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أنا هو محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الملائكة، شوف يعني الدعابة حتى في المنام يعني. فقالوا له: إنها زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فولى هاربا. قال لهم: خلاص خلاص خلاص. هو يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم، حديث معروف. فهو يحكي باش يضحك الصحابة ويعطي لهم معنى في الغيرة دون أن يشعروا، يغرس فيهم أشياء. وعمر الخطاب رضي الله عنه كان معروفا عنه الغيرة. الغيرة ما كانش غيرة واسمها شديدة، احنا نسموها شديدة صح، بصح هي ما دامها في الإطار المقبول مقبول، وما نقدروش نديروا قالب معين تاع الغيرة في المدن، هو نفسه في الصحراء، هو نفسه في المدن الداخلية، ماشي كيف كيف يا جماعة، وتختلف وماشي معناتها اللي ما نقولوش ناقص غيرة، الغيرة هي وحدها تتلون على حسب المكان وطبائع الناس، أعرف الناس محكمة. ولهذا إذا كان إنسان في مكان معين مثلا، المرأة تبقى غير تعس في الخمار تاعها وتدخل ويشوفني الراجل أو بالك نطل وكندير كذا، أعرفهم معروفة بهذه الطريقة، فنقول هذه غيرة محمودة. إذا كانت في منطقة أخرى ربما قد نقول مثلا من خلال ما نرى مثلا تساهل، ليس التساهل إلى درجة أن الإنسان يكون ما عندوش غيرة على الإطلاق، وإنما تختلف. مثلا واحد ما يخليش مرته تروح تقضي والأخر يقول لها قضي على روحك، ما نقولوش هذا نقص غيرة، حاشا لله، لا العكس، هذه أعرف عادي، لأنها تختلف من مكان إلى آخر، والإنسان اللي يعيش في مكان معين لو كان يعيش في مكان آخر مدة معينة يقدر يتقولب ويتأقلم وتولي أشياء أخرى. الغيرة اللي مليحة ومحمودة أن الإنسان يغار من الآخر كرسائل يرسلها على أساس أنني أحبك وأحميك وأخاف عليك، وخاصة من الجنس الذي يشبهني سواء كان رجلا أو امرأة بينتهم، هذا شيء جميل جدا. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن عمر الخطاب بهذه الطريقة، هو بسبة عمر الخطاب اللي هو قالوا: يا رسول الله إني أرى الرجال يدخلون ويخرجون، فهلا نزلت آيات تجعل النساء يتخمرن، فنزلت الآيات التي تأمر بالحجاب. هذه الغيرة لها حدود، وقبل أن نتحدث عن حدودها أرجوكم خاوتي إخواتي، لما نشوف سلوك من المرأة ونبدأ بالرجل، وراك رايح وعلاش درت الريحة وبعد طول ولا ما طولش، أرجوكم لا نجيب وش دخلك وعلاش تحوسي هذا ومبانت لك، لا، هذه رسائل أنك تحت رقابتي قلبي وروحي، أو هي رسالة. يا ريت أن كل هذه الأوصاف التي تفعلها تكون أيضا في البيت مثلا، وما نقول لهاش موسوسة ولا أنت دخلك الشك ولا ما أنت ركي تشكي فيا وما نسمح لكش، لا، هذه رسائل لازم. أنا أخي مراد يعني عنده واحد الحكمة كنت نتحدث معه قبل قليل، يعني عنده حكمة في طريقة التعامل، يعني ما شاء الله كاش نهار إن شاء الله ويكون حاضر معنا، حكيت له التجربة ديالي. الله يبارك، الله يبارك، لا لا ما شاء الله. فمليح هذه الأمور نجعلها في قالب بسمة وضحك، وممكن حتى إثارة الآخر عمدا، إثارة في حدود ما توصلش إلى درجة الدواس والعياط، لأن ما فيش تحدي، إيه نديرها ومن بعد ما تدخلش روحك فيها، أنا ندير واش نحب، هذه سهام، واحد أعطاك يعني فاكهة ولا أعطاك رسالة طيبة فيها عطور جميلة، أنت تقابله مباشرة بالحرب، ما تدخلش روحك في كذا، هذا راه يقول لك نحبك فقط بتعبيرات أخرى. فعلينا ألا نحارب هذه المحبة بعنف وشدة ومحاوزة الآخر كما يقولوا. كي تكون أسئلة هكذا ولا كي تكون يعني ملاحظات بسيطة أستاذ كمال تواتي على ما أعتقد، لأنه في بعض نتكلم لك أنايا ربما من الجنسين كما قلت سواء الرجل ولا المرأة، كاين اللي في بالهم يقول لك ولا تقول لك أنه يسقسيني بزاف ولا يتبعني بزاف ولا هي تسقسيني بزاف وتبعني جميل بزاف. جميل. ربما لأنه فقد الثقة ولا فقد الثقة فيها، هذا الإحساس اللي شوية بلك يوجع الأشخاص. جميل. ربما ما يشوفوهش كغيرة، يشوفوا أنه الثقة اللي ما كانش. جميل. شوفي إذا كان وصلنا إلى انعدام الثقة يعني راح كلش. قبل أن نضع خطوة في هذا المجال اللي هو مسألة فقدان ثقة في الطرف الآخر، نفكر مليح جلسة حول الأمور التي أحبها لا أحبها،
الأمور التي هذه تؤذيني وهذه لا تؤذيني. إذا لم تكن فيها جلسة مصارحة وحنا نعرفه في الحياة الزوجية يكون كلش والغيرة تكون والأخطاء تكون وربما من تلك الأخطاء نستفيد في حياتنا. كاين اللي عندها حلول وكاين اللي صعب الحلول تاعها خاصة إذا كان ما كانش فيه حوار. درك إذا كان وصلنا أن الإنسان يتهم الطرف الآخر إما بصمته لأنه صامت باين باللي دايرها ولا هي دايرتها، وإما علاش فعلت هذا الشيء باين باللي أنت راك راح تدير كذا ولا أنت راح تدير كذا. إذا وصلت هذه يعني رانا فقدنا الثقة، وهذا لا يجوز اتهام الطرف الآخر فقط. كاين أمور باينة، كاين أمور واضحة، وإحنا مجتمع جزائري محافظ ونعرف بعضنا، كاين أمور يعني واضحة لا تحتاج إلى نصح. فلا يجوز للإنسان أنه يتحدى الطرف الآخر، لأنه قبل ذلك قد تحدى الله عز وجل وقد تحدى الأعراف والتقاليد وتحدى مسألة حفظ الأعراض، وخاصة يؤذي الطرف اللي راه معاه في الحياة الزوجية. فقط ينبغي أن لا يفعل ذلك الإنسان خارجا عن الإطار المعروف في الحياة الزوجية. مثلا إذا كان شفنا إحنا الإنسان في البسمة وفي الضحك وفي القسرة وفي الاهتمام نقص في كلش رجل ولا امرأة، بينما بمجرد ما يجي هاتف الضحكة تبان والهضرة تتبدل والعبارات الجميلة، وحتى ربما حتى في التعليقات الخاصة بالفيسبوك سواء كان يعملوا في مكان واحد ولا ما يعملوش في مكان واحد تشوف تغير الطرف الآخر هو يسمع الضحكة هذه أنا مانيش نسمع فيها، طريقة المعاملة ماشي هي نفسها اللي رانا في البيت. وإحنا نعرفوا لأن الإنسان كي يعيش في الحياة الزوجية ماشي دائما نعسل، أحيانا توقع أمور ما راناش نقولوا دائما كلش، لكن يوصل الإنسان إلى درجة يفقد الأمل، ما كانش صمت عاطفي وما كانش علاقة وما كانش محبة وما كانش قسرة، كل واحد يبات في دار وحده واللي بيناتهم يحطوا طياب الفطور واش تقضي واش نشري ولا ربما بلي ميساج وخلاصت. هنا مشكلة، هنا صمت دامس وهو من أخطر أنواع الحروب داخل البيت. صح. هذه خطيرة جدا. لكن إذا وصل إنسان إلى أنه كل حركة نشك فيها ما يجوش، وأنا أوصي جميع الناس أرجوكم ما تروحوش بعيد وما تروحش بالفكر تاعك درك وين راحت ولا مع مرة تهدر وفولا وين راح. أنت إلا عندك ثقة وتعرف كي روح تختبرك على بالك شكون جبت ولا لا أنت لما قبلتيه على بالك شكون هذا الرجل. صح. نعم صحيح يقدر يتغير هو وتقدر تتغير هي، لكن ليس إلى درجة أننا نبدأ نترصد ونسقسي ونبعث ناس ونتليفوني الفلانة ولا نتليفوني الفلان عس فلان وراه ماشي مليح طيح القدر يا جماعة، والله عيب. حتى لو كانت تكون صح نفترضه وقعت بعض الأخطاء اللي ما يحبهاش الإنسان، اكتشفها أنت بنفسك خير من أن تستعمل الناس وخاصة بعض الأقارب. كاين اللي يجعل كاميرات مش الحقيقية اللي يركبها، كاميرات بشرية اللي هي وين راحت تشوفوها وين كذا، ومثلا إذا كنت تركب في كلونديستان ومين وصلت وين روح ما جات يا جماعة. أنا عندي واحد القصص اللي غريبة أن الإنسان يهين أقرب الناس إليه بطريقة شك مدمر. يا خويا اللي ما عندك شك فيه خلاص ما بقاتش حياة زوجية ما بقاتش. لكن هنا لازم نقولوا كلمة أن المرأة ونبدأ بها، المرأة ما تديرش بعض الأشياء اللي تعرف بلي رجلها ما يحبهاش. قال لك ما تديريش كذا ما تديريش وتطيعينه وعندك أجر كبير إذا كان هو ما يحبش وفرحي لما يقولها لك. مثلا هو من جهة خوه مثلا لا ديري خمار لا ما تديريش كذا وبصح ما نحبش كي تديري كذا، كما سمعت قبل قليل حدثت قبل قليل هنا في يعني كاين تجارب اليوم. لا كاين تجارب ما شاء الله. الله يبارك. تقول لي إحداهن بلي يعني الزوج نتاعي كي نجي نشرح حوايج تقول لي بالك انت قال لي راهي مقابله حتى لو كان يكون من اقرب الناس الى ربما خوه مثلا سقمي روحك ديري كذا. هذه معنا لازم شوفي هذه معنا استاذ لازم خليها بعد النقل لازم 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 هذه شوفي كي تكون بين الزوجين ما نشوفهاش واش بيك متشدد والاخرين علاها رما الاخرى ما قالها والو. صح دايما مقارنه تتلاقى مع رجال وراهي تبيع ودير كذا وعلاش غير انا. لا يا جماعه يا خواتاتي الله يبارك فيكم ما تتصوروش ما تقارنيش نفسك برجل اخر ولا مرة واحده اخرى شتيمت علي فيها يخليها تخرج وحدها وتقضي كيما تحب ودير كذا شفت كيف ما يشكش فيها معناتها راجلك هو يشك. لا العكس هذاك عنده طريقه تاع معامله وهي جميله هو حر يتهلا في الزوجه نتاعو ولا يخلي هذه الاشياء، لكن لما تكوني مع زوج يريد ان يحميك اكثر هذه ماهيش نقص هذا كمال. صحيح. وما اجمل الكمال حينما يرتبط بالاخلاق الجميله والحسنه. اسال الله عز وجل الا تكون هذه الغيره تفوت الحدود الى درجه مدمره تدمر الحياه الزوجيه. نعم. صح وقليل من الغيره يعني يكون بناء والكثير منها يكون هدام. انا استحضر فقط كانت واحد ويليام شكسبير كان مرة قال أنه المرأة العاقلة لا تغار
عندما سئل لماذا لا تغار قالوا لأن الغيرة هو اعتراف صريح أن هناك امرأة أجمل منها. شكرا لك أستاذ كمال توتي، فيك بركة، نتلقوا بك الأسابيع المقبلة والأيام المقبلة بحول الله. إن شاء الله يا رب. بقوا فقط أوفياء لنا مشاهدينا الكرام إلى غاية الساعة العاشرة، فاصل ونعود. صباح النور والنسمة لأحلى وجه وبسمة، صابرين أبو زيان بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباحك سعيد. كل عام بعدها حبيبة، صباحك سعيد، صباح سعيد لكل مشاهدينا الكرام. إذن حبيبة، أهم سيميز حالة الطقس خلال نهار اليوم هو طقس ثقيل شبه رعدي. لما نقول رعود احتمالي أن تكون هناك بعض الأمطار على كل المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى. ضباب محلي يميز حاليا السواحل والمرتفعات الشرقية، ستنتقل إليها الأمطار تدريجيا، ستكون ضعيفة على منطقة الثورة وشمال الصحراء. سنسجل أيضا أجواء مغشاة على العموم، احتمال لبعض الأمطار الرعدية بمنطقة الثورة، مغشاة جزئيا من تندوف نحو أقصى الجنوب ومرتفعات الهجار وتاسيلي. يبقى تطاير الرمال يميز محليا شمال الصحراء، الواحات، الجنوب الشرقي وحتى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى تبقى معتدلة على العموم، ستقرب 20 درجة بالعاصمة وتيزي وزو، 22 درجة بوهران، 18 درجة فقط بسكيكدا وعنابة، تقريبا نفس المقياس بقسنطينة. تنخفض بالبيض لتقرب 14 درجة، 13 درجة فقط بباتنا، في حدود 24 درجة بغردايا، 22 درجة بالمغير وبسكرة، 20 درجة ببشر، 24 درجة ببني عباس وتندوف، 30 درجة بأضرار بعين صالح بالمنيعة، وترتفع إلى غاية 36 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب. إذن أجواء حارة ستميز أقصى الجنوب. فيما يخص البحر لنهار اليوم سيكون قليل الاضطراب على سواحل الشرقية، مضطرب بسواحل الوسطى والغربية، هنا سرعة الرياح ستشتد لغاية 50 كيلومتر في ساعة. تأتينا الشرقية تماما تدور إلى شمالية شرقية بالنسبة لسواحل الغربية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم الأوروبية بإذن الله، أجواء غائمة جزئيا على أغلب العواصم، مشمسة تماما بباريس ولشبونة، أمطار مرتقبة جنوبا بروما واسطنبول. فيما يخص الحرارة تبقى باردة شرقا، إذن 4 درجات تحت الصفر بموسكو، 7 درجات ببرلين ولندن، 17 درجة ستكون كأعلى مقياس أو بروما، ليكون أعلى مقياس بلشبونة ب 20 درجة. نعود إلى أرض الوطن، دائما على مستوى العاصمة وضواحيها، وقت الغروب بإذن الله سيكون في حدود 47 دقيقة بعد السادسة مساء. أشكركم على حسن المتابعة، تاني تذكير سيكون بعد قليل، العودة إلى حبيبة. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتي صابرينا على كل هذه التفاصيل، وكما قالت صابرينا بقوا في انتظارها بعد قليل في إطلالتها الثانية. تعيش معظم الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة على وقع ارتفاع محسوس في بعض المنتوجات الفلاحية والخضر والفواكه بصفة عامة، وهذا الأمر الذي جعل المواطن البسيط بين المطرقة و السندان. كاميرا برنامج صباح الخير يا جزائر هذه المرة جابت ولا جالت في السوق الخضر والفواكه لبلدية لبيان وجاءتنا بهذه الصور. واش نقول لك يا اختي، اللي بخير لهنا غيزونب، اي وحده منا من الحومه هكا شغل قولوا لي تروح المارشي تجي لهنا ترفد بيدها تشري واش تحب، حبه زوج ثلاثه يعني غير زعنب. اقتربنا من الباعة لنستفسر عن سبب ارتفاع اسعار الخضر والفواكه لهذا الاسبوع، فكان ردهم لي بري لحد الان درك راهم بروبليم كبير، راهم هابطين بزاف، هابطين للدرجة يعني ما تقدريش تصورها يعني. واش نقول لك درك، احنا رانا نخدمو درك يعني بصفة علينا وخلاص،
الخدمه هذه والفناها وهذه هي المهنه تاعنا، سينون نبطلوا حاجه واحده اخرى. الاسبوع هذا اللي كان شويه اضطراب جوي كان اثر على شويه على السوق، هكذاك والسوق ما تحركش يعني ما قعد هو. الاسبوع اللي فات كان السوق يعني كما نقولوا احنا باللغه العاميه تاعنا كان شويه حابط، كان الفلاح شويه نضر، الفلاحين يعني تاع اللي داروا المنتوج طماطم نضروا شويه، الحق لهم حتى 15 دينار للكيلو نحكي على الجمله. السوق هذا الاسبوع هذا طلعت شويه، طلعت حتى ل 4000 4500 حتى 5800 شويه 5800 شويه طلعت. لي بري تاعنا احنا نحدوهم مع المارشي دو كرو، نروحوا لتما نشريو مثلا ب 2000 ب 3000 نديروا لا ديفيرونس حنا الفرق بين يعني نقولوا ترونسبور تاعنا والخدامين تاعنا التعب تاعنا نزيدوا هذيك الالف راك 1500. كان السلعه اللي سوق الجمله كان سعرات الاتلاف نزيدوا له حتى 20 دينار 2000 فراك، واللي يعني كونسوما نورمال يعني 1500 ما نزيدش فوق ال 1500، قال نشري ب 3500 نبيع ب 5000 يعني ما نزيدوش يعني نزيدوا 15 دينار الا نزيدوا 20 دينار. وهنا بنكون انا في السوق هنا عندنا يرفد وحده هذه يعني باش تدي السلعه لدارك ما ترميهاش. احنا هنا عندنا بعض الخضروات اللي ننتجوهم احنا هنا في المزرعه تاعنا، وهذا هو الشيء اللي يخلينا احنا نبيعوه ببري مليح هابط شويه نقصوا يعني هذاك الترونسبور تاع المارشي وتاع نقصوه. وما شد انتباهنا بهذا السوق مقارنة بالأسواق الأخرى التي كنا تنقلنا إليها من قبل هو وجود لوحات ذكر فيها فوائد الخضار والفواكه والعناصر الغذائية التي توفرها للجسم. أسعار لحوم البيضاء ما زالت تعرف استقراراً هذا الأسبوع، هي والأسماك والذي رغم استقرار سعره يبقى مرتفعاً على أصحاب الدخل المحدود. الحم والدجاج في الديبي تاع لوموان الواحد يقدر يشريه، في لافان تاع لوموان شوية. والحوت؟ خضرة في الشهر نقدروا نشروه. واش تحبي نقول لك؟ السردين راهو 80 90 ألف، ياك 70 80 90 حتى 100 ألف كيكون ناقص. الحوت واش من الحوت؟ الميرلون راهو بين 150 160، 140 150 160. روجي فراس السومة تاعو هي 200 220 ألف كيكون بزاف يولي 180. سبادون من 250 حتى 320. لي بري ماشي احنا اللي نحدوهم، لي بري الحوت هو اللي كاين بزاف يهبط، تهبط السومه ينقص تزيد السومه. وامام هذا الارتفاع لم يجد المواطن البسيط سبيلا للتغلب على المصاريف الثقيله التي ادخلته في متاهات ومعادلات حسابيه لا سبيل منها سوى الرضوخ للامر الواقع. نبقوا دائما مع أجواء الخضر والفواكه، حيث ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن الجراحات التجميلية وحقن البوتوكس خاصة قبل بلوغ سن 40 لما لها من أضرار على بشرة المرأة، وتعويض ذلك بوصفات طبيعية أساسها الخضر والفواكه. بوتوكس طبيعي نتعرف عليه أكثر مع الزميلة حياة بن نعمان في ركن فيتامين. كثر الحديث مؤخرا عن اللجوء لاستعمال البوتوكس في تحسين البشرة وإزالة التجاعيد لإعادة النضارة والنعومة للوجه، فالبوتوكس من أكثر العلاجات المتاحة أمانا في تقليل التجاعيد، فقد استخدم بأمان في علاج التجاعيد منذ فترة طويلة، حيث
يلجأ الكثيرون إلى حقن البوتوكس أو مستحضرات التجميل باهظة الثمن بهدف الحصول على بشرة متألقة أو لتأخير ظهور التجاعيد. بينما يمكن لبعض المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق أن تفي بهذا الغرض، تعد قلة النوم والأغذية الدهنية من العوامل التي تضر بالبشرة وتساعد على تسريع ظهور التجاعيد. ويلجأ البعض إلى استخدام كريمات أو مساحيق التجميل للحد من ظهور التجاعيد وإضفاء التوهج والنضارة على بشرتهم، إلا أن كثيراً من خبراء التغذية ينصحون بالابتعاد عن استعمال مساحيق التجميل باهظة الثمن واستبدالها بتناول أغذية صحية. ووفقاً للخبراء فإن تناول الطماطم مثلاً قد يجعلنا نستغني عن كريم النهار، أما تناول الجزر فيساعدنا على تجنب استعمال مساحيق التجميل. مؤكدين عدم ظهور التأثير الإيجابي لهذه الأغذية خلال وقت قصير. فالأطعمة الصحية ليست أدوية يظهر تأثيرها بين عشية وضحاها، بل هي ذات تأثير وقائي يمتد لفترة طويلة. ومن بين الأغذية التي ينصح أخصائي التغذية بتناولها التوت بجميع أنواعه، نظراً لاحتوائه على الفيتامين سي الذي ينشط البشرة ويجعلها أكثر حيوية ويحول دون ظهور الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة. تحصي الجزائر في سجلها الفني الغني بمختلف الطبوع أسماء بارزة فنية تركت بصمتها في الذاكرة الفنية الجزائرية داخل وخارج الوطن. بين هذه الأسماء الفنان الجزائري والذي تألق في الطابع الصحراوي محمد العراف في هذا النغم. والمشهد اللي يحرقني أطفال نسعد بيك يزيد فرحي يا نوال وتطياب الأيام بيك والليالي يا نبكي على أم بريم وتنساني هي الطبيب وانا مريض هادهشان والطب في يدها قلت هي تداويني نحكي لها بحالي جديد الغزلان على جود بالخيبة توصلني نحكي
على أم بري واهتم سامي شوفها بعيان نبرة من الهوى نبرة روح متهني نحكي لها بحالي جديد الغزلان على تجود بالخير وباه توصل. هو واحد أو هو الذي قال إذا استشهدنا فحافظوا على ذاكرتنا، واحد من أكبر مهندسي الثورة التحريرية المجيدة ممن ضحوا بحياتهم من أجل أن يعيش الشعب الجزائري اليوم في حرية سيادة وكرم، بطل من أبطال الجزائر والذي قدم أروع الأمثلة في حب الوطن، الشهيد ديدوش مراد الذي لا يخفى على أحد من أجيال اليوم. لسرية سبشير. اسم الحرب تاعو سي عبد القادر، اسمه الحقيقي مراد ديدوش، زيد في 13 جويلية 1927 في الجزائر العاصمة وسط عائلة غنية. يلتحق بحزب الشعب الجزائري في 1943 وصبح مسؤول بلديات المرادية والمدنية وبير مراد رئيس. كان ليه دور مهم في تنظيم وتأطير المظاهرات المعادية للاستعمار في حوالي 8 ماي 1945 وشارك بعضها في كل العمليات السرية، وصبح في 1947 عضو في المنظمة الخاصة. توقف وقف في محكمة وهران في 1950 وتمكن يهرب. يلحق بن بولعيد لصنع آلات مفجرة لاندلاع الثورة، وبعدها يصبح مساعد لبوضياف فيدرالية فرنسا بصفته مسؤول الجانب القسنطيني اللي شارك ضمن جماعة 22 في تحرير بيان أول نوفمبر 1954. محاصر من طرف الميداليين في 18 جانفي 1958، كان مسؤول التاريخ الأول لجيش التحرير الوطني اللي يسقط في ميدان المعركة. قتل في عمره 33 سنة وهو يخبي فرار الجنود تاعه لما قال في ليلة وفاته: ما توهمش نفسكم بحتى شيء، ضحيتوا نقول انتوما ونفكر حنا. الشهادة في سبيل الوطن ليست مصيرا سيئا وإنما هو خلود في موت رائع، فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تضم العاصمة العديد من البلديات، الشوارع والأحياء العريقة التي تحمل أسرار تاريخية ينقب عليها كل أسبوع الزميل طاهر حليس. هذه المرة سنتعرف على تاريخ واحدة من بلديات الجزائر العاصمة، بالتحديد بلدية أدراريا أو كما يحلو للبعض تسميتها، خاصة القدماء بذراع الريح، في ركن حكاية مكان. على خطى التراث والتاريخ نتعقب الأثر لنروي قصص الأمكنة. حكاية مكان تحط الرحال في بلدية أدراريا أو ذراع الرياح كما كانت تلقب قديما. فما هي حكاية هذه المدينة ومتى تأسست؟ الباحث في التراث أحمد لعبش كريم يروي الحكاية من البداية. مدينة أدراريا تستمد تسميتها من قبيلة كانت تسكن هذا المكان الذي بنيت عليه مدينة أدراريا. كلمة أدراريا هي كلمة تم تغييرها أثناء الاحتلال لأن أصلها هو ذراع رياح. هذه الكلمة نلاحظ أنها متكونة من كلمتين، كلمة ذراع وهي وحدة قياس، الكلمة الثانية وهي الرياح، ومعناها أن المنطقة كانت مفتوحة على الرياح. تأسست مدينة أدراريا سنة 1843، يعني 3 سنوات فقط بعد سقوط معاهدة تافنة. فأصبح المحتل يفكر في فكرة
وضع حاجز متواصل حول الجزائر العاصمة، ولذلك فكر في إنشاء مدن متقاربة فيما بينها البعض. شهدت هذه المنطقة ذراع للرياح حركية كبيرة في العهد العثماني. أثناء العهد العثماني كانت تسكن هذه المنطقة ثلاث قبائل كبيرة مشهورة، وهي في الحقيقة مزيج أمازيغية عربية تركية. القبيلة الكبيرة التي خلدت اسمها في المدينة هي قبيلة ذراع رياح، كانت تسكن هذا المنطقة وكانت تسترزق من خلال الفلاحة وتربية الحيوانات. القبيلة الثانية وهي قبيلة ولاد الصغير، نسبة إلى سيدي محي الدين الصغير الذي ينتسب إلى زاوية سيدي مبارك بالقليعة. هناك قبيلة ثالثة وهي قبيلة بني ربيعة، وكانوا يمارسون مهنة يعني الرعي، كان لديهم غنم. إذن هذه القبائل الثلاث كانت تقطن في هذه المنطقة. هنا بالحي القديم أين تأسست أول بناية في ذراع الرياح، هذا الحي الذي لا زال يتنفس عبق التاريخ. نحن متواجدون في الحي التاريخي الذي بنيت فيه المنازل الأولى لمدينة دراريا. هذه الهضبة هي النواة الأصلية التي كانت تسكنها قبيلة ذراع الرياح، ومن هذا المكان تم تأسيس بلدية دراريا، حيث تم تشييد بناءات ما زالت موجودة لأيامنا هذه، ويمكن مشاهدتها مثل هذه البناية التي توجد خلفنا. اشتهرت بلدية دراريا أنها تحتضن قديما مقبرة قديمة تعود لما قبل التاريخ، وكان في هذه المقبرة التي كانت موجودة أمام قصر دراريا العاشور الذي يأوي مدرسة مكفوفين كانت موجودة دولمينات ما قبل التاريخ، يعني لدولمان بريهستوريك، وهي عبارة عن حجارة مصفحة كانت تستعمل في طقوس الدفن لدفن الموتى فوق سطح الأرض وليس في باطنه. مر الاستعمار الفرنسي من هنا وغير معالم القرية وعبث بتراثها، لكنها ظلت بلدية مقاومة ومجاهدة بامتياز، فقدمت للثورة العديد من الشهداء. كلمة دراريا هي كلمة فرنسية، يعني المحتل كان عنده هو السبب في تحريف الكلمة وتغيير اللهجة، يعني في النطق في اسم المدينة، لأنه الأصل أن المدينة تسميتها هي ذراع الرياح. ونلاحظ أن حرف باللغة الفرنسية الآش، حرف الآش حذف بسبب نقل هذه الكلمة عبر الدفاتر أثناء المرحلة الكولونيالية، ولذلك من ذراع الرياح وجدنا أنفسنا في دراريا. في عهد الاستعمار بنيت المدينة انطلاقا من سنة 1843، وكانت عبارة عن مدينة صغيرة، يعني مساحتها كذلك صغيرة، وكان فيها يعني يغلب عليها نوعا ما الطابع الفلاحي الرعوي. هذه المنطقة كانت لها مشاركة لا بأس بها في الثورة الجزائرية، حيث قدمت العديد من الشهداء الذين شاركوا في الثورة التحريرية 1954-1962. تستقطب اليوم بلدية دراريا العديد من المؤسسات العمومية والمرافق الهامة، كما تتميز بتنوع نشاطها التجاري وكذا بعض المرافق السياحية. دراريا يمكن أن نعتبرها في آن واحد قطب اقتصادي
بسبب وجود عدد كبير من المرافق الاقتصادية، وكذلك ممكن أن نعتبرها كذلك قطب سياحي، لأنها اشتهرت في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة بشارع كبير، شارع لتجار أو محلات أطباق الشواء. كذلك ضرارية تمتلك ثانوية للرياضة، وهي الوحيدة من ضمن المدن التي تحيط بها التي تمتلك مثل هذا المرافق. ضرارية هي وجهة للزوار من كل أنحاء الوطن، خاصة في فصل الصيف. إذن كانت هذه بلدية ضرارية، تحية خالصة لكل أوفيائنا وأهلنا ببلدية ضرارية. وطاهر حليس العاشورة غير قدامها، يعني المرة الجاية إن شاء الله يا رب نشوفوا تاريخ العاشورة. ويتقول لك مريم صحراوي بابا حسن، لا بابا حسن، ايوه اكيد. اذا الاطلاله الثانيه لصابرين ابو زيان حتى توفينا بحاله الطقس بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الاحوال الجويه. موبيليس اينما كنتم. صباح الخير حبيبة من جديد، صباح الخير لكل طاقم صباح الخير، وأيضا لكل مشاهدينا الكرام. إذن بالنسبة لنهار اليوم بحول الله أجواء مغشات، ستميز أغلب المناطق الشمالية، نسبة رطوبة عالية سيسمح لتشكل خلايا رعدية، ولما نقول رعود احتمال لأمطار رعدية على المناطق الغربية والوسطى. ضباب محلي يميز حاليا السواحل والمرتفعات الشرقية، ابتداء من الظهيرة بحول الله تكون بعض الأمطار غير مستبعدة، حتى على شمال الصحراء والصورة الأجواء ستكون مغشات مع احتمال أيضا لبعض الأمطار الرعدية بمنطقة الصورة. نشير إلى أن الرياح ستكون قوية، هذا على شمال الصحراء، مما ستعمل على تطاير الرمال حتى منطقة الواحات، الجنوب الشرقي أقصى الجنوب والجنوب الغربي، وعليه الرؤية ستكون ضعيفة. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم تبقى معتدلة، تصل إلى 20 درجة بالعاصمة وتيزي وزو، في حدود 22 درجة بمستغانم ووهران، 23 درجة بتلمسان، لن تتعدى 18 درجة ببجاية، بجيجلسكيكدا عنابة، ما بين 13 درجة بباتنا إلى 15 درجة بالجلفة، 14 بالبيض ونعامة، جنوبا في حدود 22 درجة بمنطقة الواحات، 24 درجة على شمال الصحراء، 20 درجة بالثورة، في حدود 24 درجة بتندوف، 30 درجة بأدرار، بعين صالح والمنيعة، كذلك 31 درجة بتوغورت، إنميناس وإليزي، ترتفع إلى غاية 36 درجة كلما اقتربنا نحو برج بجي مختار وعين قزام. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، بحر قليل الاضطراب بسواحل الشرقية، يكون مضطرب بسواحل الوسطى والغربية، هنا سرعة الرياح ستشتد لتقرب 50 كيلومتر في الساعة، تأتينا الشرقية تماما تدور إلى شمالية شرقية بالنسبة للسواحل الغربية. نطير بحضراتكم الآن إلى بعض العواصم الأوروبية بإذن الله. أجواء مشمسة بباريس ولشبونة، غائمة جزئيا على باقي العواصم لتكون غائمة تماما بروما واسطنبول، مرفوقة ببعض الأمطار. فيما يخص الحرارة تبقى باردة شرقا، 4 درجات تحت الصفر بموسكو، درجتين فقط بكييف، 7 ببرلين ولندن، ترتفع إلى غاية 16 درجة بمدريد، 17 بروما، والعشرين درجة ستكون كعلى مقياس بلشبونة. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة دائما، وقت غروب الشمس سيكون في حدود الساعة 6 مساء و47 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، أتمنى يوم سعيد إن شاء الله للجميع، ويومك سعيد أيضا حبيبة. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتي صبرينا، يومك أسعد، وتحية خالصة لكل الوالدة الكريمة يا رب، على بالنا أنها هي من بين أوفياء برنامج صباح الخير الجزائر. إن شاء الله يا رب راي تشوف فينا هذه الصبيحة، نرسلوها تحية من برنامج صباح الخير يا جزائر. نوصلوا دائما مع مواضيع البرنامج، نروح إلى
المواضيع الخاصة بالطفل حتى ما يزعفوش علينا وما يغيطهمش الحال منا، وين بعض الأطفال يغتنموا فرصة نهاية عطلة الأسبوع لممارسة بعض الرياضات. ومن بين الرياضات اللي يفضلها الطفل هي رياضة الكاراتين. تعرفوا عليها أكثر مع الزميلة فريا العليليش. جمعية النور هي واحدة من الجمعيات التي تسعى إلى خدمة الطفل من خلال حرصها على صحة جسمه ورشاقته. معكم مروان رمضاني، الكاتب العام لجمعية النور الثقافية لنشاطات الشباب ببلدية بوفريك ولاية البوليدة. جمعية النور الثقافية عندها أكثر من 30 سنة من الوجود، وتبرز في الساحة الثقافية والساحة الرياضية. عندها كثير من النوادي، نوادي ثقافية ونوادي رياضية. الكاراتي هو من أحد التخصصات الرياضية يستهوي الأطفال والأولياء على حد السواء، بما له منافع على حياته الجسمية وكذا الاجتماعية. الكاراتي سي بيان ك تكنيك جابونيز دي كومبا ا مان اي بي ني، والناس تمارسوا يعني تشارك هذا ولايه، تشارك ريجونال ناسيونال، وفيه يعني بعض لي كلوب فيه لي ريزولتا. كاين يعني توت كاتيجوري، نبداو يعني لي بوسان بيبيل ايكول بنجامين بنجامين كادي كادت جينيور، وكاين حتى لي سبور في الكاراتي. احنا بالنسبه لنا احنا دايرين يعني كثرتها لي جروب اون فورماسيون. لي جروب اون فورماسيون هي الكاراتي دي ما فيش يعني سن، قال انسان كبير ما يمارس الكاراتي. الكاراتي يمارسو يا لو كان 5 سنين 6 سنين للفوق. والكاراتي هذا يعني الناس دارتو، كاين الناس اللي دارتو يعني دارتو شغل بور لا فورم، الناس دارتو باش تشارك، والناس دارتو دفاع النفس. هذا الكاراتي، وهذا الكاراتي يسمى معروف العالم. الكاراتي هو من أحد التخصصات الرياضية يستهوي الأطفال والأولياء على حد السواء، بما له منافع على حياته الجسمية وكذا الاجتماعية. معكم سلماتي أسيا، ومارس الكاراتي، متحصلة على الحزام الأخضر. بديت أولا بالحزام الأبيض، من بعدها جوزنا امتحانات باش نطلعوا في الغاد، جوز الامتحان تاع الشهادة، امتحان تاع الحزام الأصفر تحصلت عليه، وجوز الامتحان تاع الحزام البرتقالي تحصلت عليه صافي دوزون، وسنا ما عنديش بزاف نجوز الامتحان تاع الحزام الأخضر ونجحت وتحصلت على الحزام الأخضر. نمارس الكاراتي منذ 3 سنين، وصراحه عجبني بزاف هذا الكاراتيه، نحس بلي نحس روحي فريمون بيان على سفي. تعلمت حل نفسي، تعلمت كيفاش نواجه الناس، تعلمت ندافع على نفسي، تعلمت حركات بزاف ساعدتني. شغل الكاراتيه مدلك كان بون فيزيك، تعلمنا ثاني ثقه في النفس، شلون نديروا كاراتيه مع بزاف ناس، ما نتعلموا تواجهوا، نتعلموا نخلطوا الناس. وكاراتيه رياضه مليحه. ياسر حار من جمعية النور الثقافية في نادي الكاراتي. أنا الآن أنا متحصل على الحزام البني. كان الحزام البني حتى تحصلت ليه ما كانش حاجة سهلة، مريت بعدة مراحل وتجاوزت بزاف صعوبات فتحصلت على هذا الحزام الحمد لله. تعلمت من هذه الرياضة الشريفة يعني هي أني نرتاح نفسيا، ما نخافش من مواجهة الغير، وساعدتني كثيرا باش نركز في الدراسة تاعي. المبادرات القيمة التي لها تأثير على تكوين شخصية الطفل وبناء جسمه، فنستطيع القول أن جمعية النور قد حققت الأهم بأن العقل السليم في الجسم السليم. نبقى دائما مع الأطفال، لكن من الرياضة والترفيه إلى المدرسة والتعليم. ففي بعض الأحيان
تشعر الوالدة ولا الأولياء بصفة عامة أن الطفل ديالهم عنده صعوبات في المدرسة، يشعر بالخوف عند القراءة بصوت عالي ولا حتى في الكتابة، فإن تأكدت هذه العوامل ولا تأكدت هذا الشعور فهذا دليل على وجود اضطراب في التعلم، وهو موضوع ركن أمومة وطفولة مع الزميلة حياة مقطوف، نلقاها بعد الفاصل. صباح الخير للحياتين، حياة مقطوف والضيفة الكريمة حياة زبير. شكرا. صحيح. العفو. صباح الخير حبيبة. صباحك سعيد، تفضلي حياة. شكرا. صباح الخير لكل المشاهدين، طبعا تتابعون اليوم في إطلالة جديدة لركن أمومة وطفولة، حديثنا اليوم عن صعوبات التعلم عند الطفل. في بعض المرات عندما نشوف نتائج الطفل متدنية ممكن نربطوها ونقولوا لا الوالدين ما همش مهتمين بها أكثر، في بعض الحالات نقولوا لا ممكن هو ما يركزش أكثر أو ممكن يعاني من نقص في التركيز أو نقص في الذكاء أو في الإمكانيات، ولكن لابد أن نفكروا أنه ممكن عنده اضطراب أو يعاني منه ويأثر على النتائج. صعوبات التعلم عند الطفل أحد المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى هذا التأخر. اليوم حنتحدث عليه، ما هو؟ ما هي أعراضه؟ كيفاش نشوفوا أنه الطفل عنده صعوبة في التعلم؟ أيضا ممكن الأنواع وحتى كيفاش الوالدين يساعدوه في هذا الركن، فبقاوا في المتابعة حتى تستفادوا معنا أكثر مشاهدينا الأفاضل. طيب في البداية نرحب بضيفتي في هذا الركن، هي زبير حياة، مختصة نفسية وأورتوفونية. نقول لك صباح الخير ومرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافة. شكرا على حضورك وعلى تلبية الدعوة أيضا. البداية دائما عندما نعرف الشيء وش نقوله للمشاهدين، ما هي صعوبات التعلم عند الطفل؟ تفضل. قلنا أنه نشكركم على الاستضافة. شكرا. وهذا الموضوع جد مهم لأنه يأرق بزاف الأولياء، لأنه يلقوا مشكلات في الرسوب المدرسي يعانوا منهم من الأطفال، والأولياء ما عندهمش اطلاع في هذا الاضطراب. فإذا صعوبة التعلم هو خلل وظيفي في الدماغ اللي يسبب مشكلات في الانتباه، في الذاكرة، في الإدراك البصري والسمعي، وخاصة اللغة الشفهية. قبل ما نفصلوا أكثر في هذا الموضوع مشاهدينا، نروحوا معكم نتابعوا تقرير فيما يخص صعوبات التعلم عند الطفل وراجعين للحديث أكثر. تفضلوا. انخفاض المستوى العلمي للطفل هو أحد المشاكل التي قد تقلق الأبوين، فأحياناً قد نلوم الطفل ونتهمه بعدم التركيز، في حين أنه قد يعود انخفاض نتائجه لمعاناته من أحد مشكلات صعوبات التعلم. الأطفال ذوي صعوبات التعلم هم الذين يعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتطلب فهم أو استخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة، ويظهر هذا القصور في نقص قدرتهم على الاستماع أو التفكير أو الكلام أو في القراءة أو الكتابة، وكذا في أداء العمليات الحسابية. تلعب الأسرة دورا هاما في معالجة مشكلة صعوبات التعلم والتخفيف منها بمتابعة نمو الطفل وتقييمه مع إخضاعه لاختبارات تقييمية ودورات تكوينية. إذن مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. نتحدث أيضا اليوم مع الأنواع صعوبات التعلم. عندما نتحدث على الأنواع وش نقول للمشاهدين؟ نقول للمشاهدين أن الأنواع كاين نوعين، كاين صعوبات التعلم النمائية اللي هي كما قلنا مشكلات في الانتباه، الذاكرة والإدراك والفهم واللغة الشفهية، وكاين نوع ثاني اللي هو طفل مشكلات في الحساب
القراءه والكتابه. هذا كاين غير نوعين، سافو دير كاين صعوبات التعلم النمائيه وصعوبات التعلم التعليميه، كاين نوعين فقط. نعم، هل في سن معين تفضلي انه يكون فيه تشخيص لهذه الصعوبات؟ نعم، مي في اغلب الاحيان كاين في السن تمدرس 6 سنوات 7 سنوات نحضوا الاولياء او المعلم او في القطاع التربوي نلاحظوا انه الطفل يكون عنده صعوبه في اكتساب بعض المهارات اللي نورمالمون الطفل في الفصل الاول يتعلم القراءه الكتابه والحساب، هما مفاهيم بسيطه لكن لقوا صعوبه كبيره باش يقدر يفهم هاد المهارات. فهذا بالنسبه ليا هو تشخيص ما نقدرش نقول مبكر، باسكو التشخيص مبكر يبدا من 4 سنوات 5 سنوات. انه هنا نلقى الام لازم تكون عندها تلاحظ ولدها من الولاده، تلاحظوا انه في نلقاه بلي باش يتعلم مفهوم بسيط جدا تلقاه ينسى بالخف، تلقاه ما يستوعب بالخف كما الارقام والحروف، يتعلم من دوري تلقاه ينسى نسيان فوالا. فبديك حنا في الاغلب الاحيان نعرفوا بلي متعارف في سن التمدرس في 6 سنوات 7 سنوات اللي تعرفوا على صعوبات التعلم. نقولوا ماشي مبكر لانه نقدر نقولوا مبكر تشخيص مبكر بصح ماشي كامل يعرفوا هاد. هل في تمارين ممكن السيدات في المنزل يطبقوهم على الاطفال حتى يكتشفوا اذا عنده صعوبه في التعلم ولا يكون طفل عادي؟ تقدر ممكن العاب منزليه، العاب منزليه، العاب التركيز، العاب باغ اكزومبل كاين دي بوزل اللي فيها الانتباه الميموار اللي فيها في الذاكره باغ اكزومبل الحروف الالوان، يستعمل بزاف الالوان الرسومات، هذا مهم جدا للطفل كيكون في سن مبكر 4 سنين 5 سنين. حنا المعروف ان الطفل 4 سنين 5 سنين بالخف يرفد بالخف صافي، غير شفنا بلي مهاره بسيطه ما يرفدهاش الطفل هنا نفهموا بلي الطفل عنده مشكل وهذا عنده خطوره اذا ما كانش فيه تشخيص في الوقت الملائم وما كانش فيه تكفل به ممكن ياثر على مستقبله على حتى التحصيل الدراسي المستقبلي. بالضبط، حنا نشوفوا انه التشخيص مبكر نقدروا نتجاوزوا هذا الاضطراب، نتجاوزوه ويقرا ويكون لاباس عليه، يعني في علاج، في علاج، حنا ما نقولوش علاج باسكو ليس مرض، تصحيح ممكن ومساعدة للطفل يتكيف ويتعايش في الاضطراب تاعو ويكون عنده مستوى دراسي ويقرا في الجامعه ويلبس عليه. مي كيكون في السن 6 سنوات 7 سنوات تلقاو بزاف صعوبات مع الطفل، هنا يدخل القطاع التربوي باش القطاع التربوي والاولياء باش يساعدونا نتجاوزوا هذا الاضطراب، لكن سن مبكر مهم جدا بريزون شارج بريكوس. نعم، طيب نبداو بالاولياء ومن بعد نروحوا للقطاع التربوي. واش تنصحي الاولياء حتى يعاونوا الطفل ويساعدوه حتى يتغلب على هذا المشكل وهذا الاضطراب ويكون يعيش به ويتاقلم معه؟ نعم، حنا نقول الاولياء يلاحظوا ولادهم من سن الولاده الى 3 سنوات 4 سنوات، نلاحظوا في المرحله العمريه النمو الطفل يكون ممكن في هذه المرحله يظهر الاضطراب. فوالا نشوف بلي الطفل ما ينتبهش، انه عنده صعوبه في الكلمات باش ينتج كلمه يلقى صعوبه في نطق الكلمه، نلقاه بلي كي نقول له برك جمله بسيطه نقول له حجب لي هذه الحاجه ومن بعد حجب لي هذه الحاجه نلقاه يجيب حاجه ما يجيب حاجه واحده اخرى، نلقاه كي نهضر معاه ما يركزش معايا، هذا مشكل كبير. نلقاه كي نعلمو مثال اللون، هما الالوان يتعلم اللون الثالث الرابع الخامس بالخف، نلقى لا الطفل نعلمو اللون دي مده كبيره باش يتعلمها. هنا واش تقولي لهم باش يعاونوا؟ نقول بلي الامهات لازم يراقبوا ولادهم تلقاو مشكل في الانتباه وفي الاكتساب المهارات البسيطه يتوجهوا للمختص الاورطوفوني او النفسي او ميتا بيدو بسيكياتر طبيب نفسي عصبي للاطفال باش نتجاوزوا اذا لقينا عنده صعوبه التعلم نتجاوزوا هذا الاضطراب. نعم، يعني حتى ممكن نعم تفضلي كمل. نعم تفضلي. ونلقى ثاني انه اذا لقينا بلي هذا الطفل عنده هذا الاضطراب لازم حنايا نوصل الاولياء انه لازم يتكيفوا ويتعايشوا باش يقدروا يعاونونا ويسمعونا وندير لهم برنامج علاجي باسكو هما حنا صوم دي جيد، مي هما الصح في الدار يعاونونا باش نقدروا نوصل نتائج لهم حابينهم هما. يعني الاورتوفونيين انتم هذا واش كنت حنقول لك انه تكونوا حتى الاولياء يقوموا بممكن تمارين ودروس في المنزل حتى يساعدوا الطفل اكثر. هل لا كومونيكاسيون او التواصل مع الطفل ممكن يساعد انه الاولياء يحطوا الطفل قدامهم يهضروا معاه يشرحوا له ممكن يستفيد؟ مهم جدا، هذه الطفل كيكون 6 سنين 7 سنين ماذا بيا نهضر معاه ونفهموا الاضطراب ديالو.
باش يقدر يفهمه ويعاوننا ونحفزوه باش يقدر يستوعب البرنامج العلاجي. حنا اون في لا غيدونس بارونتال نديروا قياده تاع الاولياء باش الانطلاقه تكون من عندهم هما. ولازم يكون توصيات في القطاع التربوي مع المعلمه باسكو المعلم الاولياء باش ينجحوا حنايا. حنتحدثوا ايضا على القطاع التربوي، لكن حبيت نتحدث لك على نقطه مهمه يعني سيده زبير فيما يخص العقاب وتأنيب الطفل. في بعض الحالات اذا كان الطفل ممكن ما يتجاوبش مع الاولياء اكثر، يكون عنده ممكن تاخر، يكون عنده صعوبات في التعلم، يأنبوه ويعاقبوه، هل هذا ممكن يأثر عليه ويكون عنده تاثير سلبي اكثر، يعني حتى ما يتاقلمش مع هذا؟ يكون تاثير سلبي هنايا نتحدثوا على الحاله النفسيه تاع الطفل. نعم. الحاله النفسيه تاع الطفل تتازم وما عندوش ثقه بالنفس باسكو هما الاطفال اصلا عندهم صعوبات التعلم. نقطه مهمه جدا دوك تفكرتها لازم نقولها لك، انه اللي عنده صعوبات التعلم هما اطفال عندهم ذكاء طبيعي فاكثر، نلقاو اطفال اذكياء، نلقاو اذكياء ومبدعين، ماشي معناتها عنده صعوبه التعلم معناتها القدرات العقليه تاعو منخفضه. لا، حنا ما نقدرش نقول باللي هو عنده صعوبه التعلم والقدرات العقليه تاعو منخفضه، ما نقدرش نصنفه. مي الطفل تلقاه تاعو عالي او طبيعي والفكرين حتى قدراته الاخرى اللغويات حتى يعني كل شيء يكون طبيعي، ذكاء ذكاء فقط ذكاء. بصح هنا يلقاو صعوبه، يلقاو الطفل اما عنده عسر في القراءه، عسر في الكتابه، او عسر في الحساب. بعد هذه المفاهيم الاساسيه للطفل الطبيعي طبيعي في الطريق اللي يقدر يكتسبهم بالممارسه، لكن الطفل عنده صعوبه التعلم تدريب لازم مجهود اكثر، تدريب مكثف ومده طويله باش يقدر يكتسب مهاره من المهارات. نروحوا للاسره التربويه، المعلم او المعلمه هما اول ممكن انسان يكون محتك بالطفل في اول مراحل التمدرس، ممكن حتى يكتشف انه الطفل مختلف وعنده صعوبات. ممكن نقدم لهم نصائح فيما يخص اهميه انه يكون في تشخيص المعلم في وقته وكيفاش يتعاملوا مع الطفل في المدرسه. حنا هنا في سورتو في المرحله الامتحان بعد نولي ليها ماذا بين كل الاولياء ولا المعلم كي لاحظ انه الطفل ما اكتسبش مهاره من المهارات باسكو في القسم شحال من واحد يتعامل معاه الطفل هذا كيبان في القسم، هنايا يستدعي الوالي، يستدعي الوالي باش يمدوا ملاحظات على التلميذ. هنا الوالي الدور تاعو انه يروح المختص باش يشوف راه المشكل، باسكو الطفل من المستحيل انه كاين رسوب مدرسي وما كاش مشكل، دائما يكون مشكل. وهنا في نولي للامتحانات هنا في القطاع التربوي مهم جدا نقولوا للمدير ولا المعلمين انه الامتحانات يكون مختلفين في السوجي في مواضيعكم لانه قدرات طرح اسئله يكون بسيطه. واش قلنا عنده عسر قراءه الكتاب والكتابه والحساب، صافي دير الطفل مدو المده اللي طفل ما عندوش صعوبه تعلم والطفل عنده صعوبه تعلم مده زمنيه تكون شويه طويله على الطفل اللي ما عندوش صعوبه تعلم. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه الطفل ما يقدرش يكتب اوتوماتيكمون مدو الاسئله شفهيه، اسئله مدو ما مدش اسئله كتابيه فوالا، مدو اسئله نقدر نقراو الاسئله ويجاوب شفهيا ما يكتبش. نعم. خطو علاش ما نقدرش نديروا هاد الامور الاساسيه مهمه باش نقدروا الطفل ما يكونش رسوب مدرسي قد يخرج من المسجد. مشكل كبير صح، يعني نأقلموا الامتحانات على حسب حاله الطفل. عندما الطفل يكون عنده مشاكل لغويه او مشاكل في الحساب او مشاكل حتى في الفهم، هنا حتى صياغه الاسئله تختلف. احنا للاسف حتى المده نفسها، الصياغه نفسها، الامتحان نفسه، رغم انه كل طفل عنده قدرات تختلف، كل فوارق فرديه. هذا مهم جدا لانه ان شاء الله يكونوا تابعونا وياخذوها بعين الاعتبار. ختاما سيده زبير حياه، نقدموا مشاهد النصيحه، واش تقولي لهم في ختام العدد؟ نصيحة نقول للأمهات إذا كان عندكم وليدكم عنده صعوبات التعلم نقول لكم لازم تتكيفوا، لازم تتقبلوا باش تسهلوا لنا في بداية بداية خطوات علاجية باش نقدروا نتوافقوا نتعاونوا أنه الطفل يتجاوز هذا الاضطراب. والنصيحة الثانية ما ديروش ضغط نفسي، الطفل هو حاب يقرا حاب يوصل، ما نديروش التأنيب، ما نقولش وليدي ثقيل، وليدي غبي، ما حبش يقرا، لا لا، وليدكم هو حب يقرا، عنده ذكاء،
مد مثال كما كان أينشتاين وتوم كروز، هما عندهم صعوبات التعلم مي داروا مستقبل واعي، مستقبل نعرفوا كامل واش انجازات اكزاكتومون. ونصيحه اخرى للقطاع التربوي نقول لهم سهلوا بعض الامور، كيفوا بعض كيفوا الاسئله على حسب صعوبه الطفل باش نقدروا باش يقدر الطفل يتاقلم مع الاقران. ونتفاداو التنمر ايضا، انه بعض الاطفال اذا كان عندهم صعوبه نقولوا انت غبي ولا انت ماكش كيما الاخرين، هذا ممكن ياثر على نفسيته يسبب عقده. نشكرك سيده زبير حياه المختصه النفسيه الارثوفونيه على حضورك معنا، ونقول للمشاهدين انه الطفل اللي يعاني من صعوبه التعلم هو طفل عنده خصوصيه خاصه، لابد انه الوالدين يتقبلوها بدايه، يعاونوه يشخصوا المشكل في بدايه العمر حتى نروحوا المختصين الاورتوفونيين في مدارس، وايضا في حتى برامج مختصه يتعلموها حتى الوالدين ويقوموا بها في المنزل حتى يساعدوه. وايضا المعلم دوره مهم في التعليم وحتى مساعده الطفل يعاني من الصعوبات. اذا نهايه ركن امومه وطفوله، نتلاقاو غدا ان شاء الله في ركن اسره مشاهدينا، ترقبونا في موضوع مهم جدا. والان اعيد الكلمه لزميلتي حبيبه لاكمال البرنامج. شكرا لك، يعطيك صحه زميلتي حياه على هذا الموضوع، وشكرا للسيده ولا الاستاذه حياه زبير، شرفتينا بحضورك هذه الصبيحه. ان شاء الله يا رب نتمنى انها تكون فرص اخرى وتكوني حاضره في برنامج صباح الخير يا جزائر. واحنا في الاخير كما قالت الدكتوره وكما قالت زميلتي حياه، نصيحتنا لكل الاولياء هو الايمان، ضروره الايمان بقدرات اطفالكم، الصبر عليهم وعلى محاولاتهم، ربما تكون محاولات فاشله في البدايه لكن بحول الله إن شاء الله ستتبعها نجاحات عدة. لا للعجلة، ما ترفعوا شراية الاستسلام، بقوا دائما إلى جانبهم، شجعوهم أكثر، وإن شاء الله يا رب فيها خير. إذا شكرا لك حياة، شكرا لضيفتك الكريمة، كما قالت زميلتي حياة تلقوها غدا بحول الله في ركن أسرتي. العفو حياة. أما الآن نروحوا نستمتعوا وإياكم مع واحدة من الفنانات الجزائريات المتألقات، واللي قال فيهم عميد ولا قال فيها عميد الأغنية الصحراوية خليفة أحمد أنها خليفته في الطابع الصحراوي، صاحبة رائعة شاش خطر شاش وصبر رشراش، المرحومة زليخة في هذا النغم. يا ربي وحده يا وراي
يا فم جحدة يا ورد علي يا حبايا يا بردوا. تدوير الملابس المستعملة من الأمور والأشياء الجميلة على كل الأصعدة، فالكثير منا يمتلك ملابس ربما ما نستعملوهاش ولا ما نستخدموهاش لأسباب عدة، ربما ما ولاتش على الموضة ولا المقاس ديالها يختلف بسبب زيادة ولا نقص الوزن. وسعاد رحماني حاضرة معنا هذه الصبيحة في ركن تدابير وأفكار منزلية حتى تعرفنا على طرق تدوير ولا إعادة تدوير الملابس المستعملة ونعاودوا نستخدموها مرة ثانية في أبهى حلة. صباح الخير سعاد. صباح النور، أهلا بك. أهلا بك سعاد، كيف حالك؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. اليوم الموضوع موضوع هام جدا أكيد. والموضوع أكيد راح يهم كل السيدات وربات البيوت اللي يحبوا هذا المجال، يعني تاع الخياطة ولا حتى اللي يحبوا الغوسيكلاج. أكيد. وطبعا المرأة الجزائرية كانت طبعا أفضل امرأة تدبيرا عالميا بخصوص هذه الرسكلة، رسكلت يعني الأشياء بمختلف أنواعها، رسكلت بعض الأدوات، رسكلت النسيج، الملابس، كل الأشياء التي تحتاجها وتعيد استعمالاتها، لا سيما إبان الثورة التحريرية حيث كان البؤس وكان الفقر وكان طبعا العذاب، فكانت المرأة الجزائرية تلجأ إلى النفايات لتلتقط بعض الأغراض التي تلقى هناك، لا سيما هذا الكيس اللي يسميوه كذلك لو ساك دو جوت او كيس الخيشه اللي كان طبعا موجود بكثره في الموانئ، لان البواخر كانت تاتي محمله بمختلف السلع. الاغراض وبالسلع، فلما تستعمل تلك السلع ترمي في المهملات هذه الاكياس اللي هما لو ساك دو جوت.
ونعرفوا إبان الثورة التحريرية كان الجزائري يخدم كحمال سيتي بلوس دي دوكير دونك هما كانوا يلتقطوا هذه المواد وهذه الأكياس التي يتم استعمالها مرة ثانية من قبل ربات البيوت. كانت المرأة الجزائرية دائما بأفكارها النيرة وتدبيرها المنزلية تسعى دائما لسد حاجيات الأسرة نتاعها لا سيما قلت إبان الثورة التحريرية أو إبان الاستعمار. فوش كانت تدير بالنسبة لهذه الأكياس؟ كانت يعني تغمر في الكلور في الماء الجافيل وتتحول إلى لون تاعها يتحول إلى اللون الأبيض وكان كذلك اللي عندها ملونات تحصلت على ملونات يعني تحولها إلى ألوان أخرى فتقوم بخياطتها على شكل سراول على شكل ألحفة على شكل مثلا معاطف خفيفة نعم ونشوف بأن أطفال إبان الثورة الجزائرية إبان الاستعمار كانوا يرتدون هذه الأكياس أكياس الجوت أو أكياس الخيشة التي كانت تستغلها المرأة الجزائرية وتحولها إلى ملابس لتدفئة أطفالها لأن أنا ذاك أكيد ولأن طبعا والله وأنا ذاك كان يعني الفصول باردة كانت الفصول ثابتة ما كانش تغيير الفصول مثل ما نعيشه اليوم كان البرد القارس وشديد طبعا البرودة فبالتالي كانت تستغل هذه الأكياس نشوف بأن المرأة الجزائرية كانت دائما مدبرة عندها أفكار ما شاء الله أفكار نيرة وتقوم بتدابير منزلية مميزة في تغيير ورسكلة بعض الأدوات والأغراض التي كانت تلتقطها من نفايات المستعمر وللأسف الشديد أن هذا الكيس أو الساق دو جوت هذا ما عطينالوش قيمته التاريخية كان في أدوات كثيرة يعني كانت المرأة الجزائرية تبدلها وتغيرها إبان الاستعمار لكن ما عطينالهاش حقها التاريخي مثل هذا الكيس هذا الذي كان يرتدى كملابس يحول إلى تقوم المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية إبان المستعمر بتغييرها وتحويلها إلى ملابس أن الأطفال كانوا يعيشون بؤس وفقر وحرمان وما عندهمش حتى الملابس ما كانش طبعا المدخول ومعظم الرجال كانوا يعملون كوم دي دوكير يعني كما نقولوا احنا حمالين في الموانئ فبالتالي كانوا يلتقطوا الأغراض وتقوم المرأة برسكلتها يعني نشوفوا بأن الرسكلة هذه كانت موجودة منذ القدم لسيما في البيوت الجزائرية التدابير المنزلية موجودة بكثرة منذ القدم حتى طبعا في الأوراس وعند القبائل في منطقة القبائل كل الأشياء كانت ترسكل لا تلقى في النفايات ولا ترمى هذا طبعا من باب الاحتياج ما أن المستعمر أنذاك طبعا حسن التدبير وكان طبعا كان الاستعمار أنذاك فبالتالي كانت العائلات الجزائرية تعاني من الفقر طبعا والحرمان وحتى بعد الاستقلال بقات هذه التدابير المنزلية معمول بها هذه الأفكار النيرة لربة البيوت دائما لمساعدة الزوج لأن طبعا المدخول دائما يكون قليل المال قليل طبعا والعائلة الجزائرية كانت كبيرة عندك من 6-7 الله يبارك صح الله يبارك كان يعني من الصعب في بعض الأحيان يعني تلبية حاجيات كل الأطفال لكن المرأة الجزائرية دائما تبقى مدبرة تدبر أمورها وإذا شفيتي ولحقت يعني شاطرة أكيد وينادولها الفحلة صح طبعا وكانت يعني قلت هذه الأفكار ما زالت متداولة وما زالت كانت موجودة حتى بعد الاستقلال نقول الذكري ملمواعن كان يجي إلى البيوت صح ويأتي بأواني مختلف الأواني فتقوم هذه المرأة بالتبادل التجاري كنوع من التبادل التجاري المقتصد يعني كان ما نسميه الآن بالاقتصاد تدوير الاقتصاد أو الاقتصاد المستمر فكان طبعا كانت تغير الملابس القديمة بأشياء كانت المرأة الجزائرية أنا ذاك حتى بعد الاستقلال ما كاش منهم اللي تعمل كلهن تقريبا كانت ماكيتات في البيت صح. كانت تساعد بالرغم من ذلك تساعد زوجها بأشياء بسيطة بأفكار نيرة بتدابير منزلية واش كانت تدير تبدل هذه الملابس القديمة سروال قديم جيب يعني تبسي ولا زوج نعم تجيب كما قلتي تبسي تجيب طقم نتاع الماء
تجيب فناجل نتاع القهوة، تجيب مثلا ترموس، تجيب أوعية، دباسين، تجيب أشياء كثيرة وتعاون الزوج نتاعها. وطبعا كي يجي الضيف يعني تحط هذاك الطقم بدل من لطف تشري وتحط هذوك الكنت مساعدة، كانت دايما ساعد الزوج حتى وإن لم تكن تعمل خارج البيت. وهذا راجع للتدابير المنزلية القيمة والأفكار النيرة التي كانت تعمل بها هذه المرأة وليومنا هذا. وحتى اليوم في أوروبا كل هذه الأفكار أفكار رسكلت بعض الأشياء وإعادة تدويرها كما قلت في البداية، أصبحت يعني فيها قوانين، فيها قوانين الرسكلة لهذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي تلقى في النفايات وتلقى في المهملات هي من إحدى المسببات الاحتباس الحراري الذي يعادل تقريبا 1.2 مليار انبعاث ثاني أكسيد الكربون، يعني 2% من التلوث البيئي سببه هذه الملابس القديمة التي تلقى في النفايات. لا تحرق كما قلت، لا تحرق. فاليوم يعني كاين قوانين تمنع حرق الملابس حتى إن كانت قديمة، وكذلك بالنسبة للعلامات التجارية الملتزمة اللي عندها إضافات نتاع المنتوج سكون أبل دي سوربلو، هادوك لازم ما يتحرقوش، يروحوا إلى الجمعيات، يروحوا إلى مصانع الرسكلة. مثلا الملابس الجديدة نوعا ما الإنسان يعني ممكن أنه يلبس يعني مرة واحدة أو اثنين اللباس تاعه ويرميه، لكن وش يصرى؟ هما يديوه إلى بعض اللي عندهم قمامات خاصة، كان قمامات خاصة لرسكلة هذه الملابس. وش يديروا؟ يديروا مثلا اللباس اللي يكون جيد نوعا ما، يعني تم ارتداؤه مرة أو اثنين لكن حالة جيدة، يروحوا إلى المحلات، بعض المحلات مثل المحلات الموجودة مثلا بفرنسا إيمايوس مثلا، هو يبيع يعني ملابس تكون قديمة وجديدة في نفس الوقت. الأخرى اللي تكون ممزقة تروح إلى مصانع الرسكلة فيقومون بتغييرها وتحويلها إلى أنشفة بالنسبة للأرضية وخاصة بالبناء. أما الأخرى المتوسطة فتروح في الحاويات، تباع بالكيلوغرام، تباع كفريب أو الملابس القديمة إلى الدول الإفريقية. المهم في هذه القوانين أنها تبقى هذه الملابس يعني تدور، ما نسميه بالاقتصاد الدائري، إنيكونومي سيركولير. حتى اللباس هذا القديم ما يروحش في سلة المهملات، إذا راح في سلة المهملات وتم حرقه راح يسبب في يعني الاحتباس الحراري وزيادة التلوث البيئي كما قلت في البداية، الذي يعتبر 2% من التلوث البيئي عالميا. في فرنسا ما يعادل تقريبا 125 ألف سيارة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى التقليل من الأمراض المزمنة باستعمال كل هذه التدابير المنزلية الخاصة بالتغييرات الاقتصادية الاجتماعية والتغيير التجاري والتبادل التجاري بين أفراد المجتمع. يعني تبقى بين أفراد المجتمع، حتى كما قلت بالنسبة للعلامات التجارية تجديها مثلا في محلات أجنبية، مثلا كما إيمايوس تصيبي المارك معروفة تشريها بثمن قليل، يعني أن حتى هذه العلامات ممكن كل أفراد المجتمع ذوي الدخل المتوسط يقدروا يقتنوها بثمن قليل. وإحنا كذلك بالنسبة لهذا التدبير المنزلي ما زالت المرأة الجزائرية على كل حال كما قلت في البداية كانت أفضل امرأة عالميا في هذه التدبير المنزلية على واليوم يومنا هذا واليومنا هذا. اليوم كاين كذلك في مواقع الانترنت، يعني بقات هذه الأفكار تمشي وبقات تسير وبقات كذلك مستغلة ومستعملة. اليوم هذه الأفكار بالنسبة لهذه الملابس يعني واكبت العصر، كاين موقعين إلكترونيين كذلك موجودة على شبكة الانترنت، عندنا لوفيد غورنيي ما نسميه بمرأة بالبيع، وكان كذلك لوفيد دريسينج اللي تعتبر غرفة خلع الملابس الفارغة.
المرأة واش تدير، يعني الملابس القديمة مثلا في ولاد فايت، الملابس القديمة، الأغراض التي تم استعمالها حبت تبدلها وما عندهاش مثلا مصاريف يعني كافية لشراء أو لاقتناء أشياء أخرى، فواش يديروا؟ يروحوا في بعض المساحات كما مساحات ولاد فايت، أو عندنا كذلك لو كلوب ولاد فايت كاين تاني في بير خادم، يروحوا يديوا الحقائب نتاعهم فيها كل الأغراض المستعملة ويتم بيعها. هذه نوع من الرسكلة الخاصة بالتدابير المنزلية لاقتناء يعني ثمن قليل باش تعاود تشري أشياء جديدة ويعني تزين البيت نتاعها، ولا تشري أشياء اللي خصتها. كاين كذلك لوفيد دريسينغ هذا اللي هو موجود كذلك على موقع الانترنت، وهذا كذلك راه يقدم خدمات ما شاء الله بالنسبة لرسكلة هذه الملابس، الملابس القديمة. فمثلا هي تحب تبيع اللباس نتاعها، لباس قديم حبت تغير الخزانه تاعها، تغير الموضه تاعها، فواش دير؟ تبيع هذه الملابس نتاعها القديمه، ملابس والاحذيه قديمه بثمن رخيص نفس الشيء، فتقتني مال وتعاود تشري اشياء جديده. وكاين كذلك التبادل التجاري صح. في هذا لوفيد دريسينغ ولوفيد غروني، سورتو لوفيد غروني تبادل تجاري. مثلا انا شريت عطر ما عجبنيش هذاك العطر، نبدله معاك. بقات هذاك التبادل للتجاري أو رسكلة هذه الأشياء عن طريق يعني تدابير منزلية، عن طريق أفكار نيرة صح. يجب استغلالها. وكما قلت في البداية، الهدف من هذه الاستغلالات لهذه الأفكار الخاصة بهذه الرسكلة الاجتماعية، نقولها اجتماعية لأنها بقت في المجتمع، في يعني بين أفراد المجتمع، تبقى هذاك المنتوج يدور، هذاك المنتوج ما يروحش في النفايات. إذا راح في مكب النفايات، واش صرا؟ كما قلت تحرق. فبالتالي يضر بالبيئة، يضر بالبيئة بشكل كبير جدا. فلهذا اليوم وجدت قوانين خاصة لعدم حرق هذه الملابس ورسكلتها بهذه الطريقة أو بيعها بمختلف الطرق. المهم أنها تبقى الدور، يبقى هذاك المنتوج يدور، يبقى يقعد يدور باش ما يروحش للنفايات. لأن الأنسجة المتكونة بها معظم الملابس، كاين أنسجة النيلون، كاين الحرير، كاين الصوف، كلها هي تعتبر يعني ملوثة للملابس. كي كنت تتحكي على زمان للبيئة، وعلى تحكي على الأمهات والجدات، يعني زمان كانت فكرة تدور في راسي، ربما أنا ما لحقتش بها، لكن نسمع يحكيوا عليها. كانوا زمان الأمهات ولا الجدات كي تكون زعما عندها الأطفال قلتي بزاف، إلا كان كبر عليه حوايجه تعاود تبدلو، حتى تقدر تبدل هذاك الثوب اللي كان خاص بالطفل الولد، تعاود ترجعه للطفله تكون صحيح. تكون فستان ولا. وكاين هذاك اللي كانوا زمان الحاف ولا البساطات صحيح، كانوا حوايج يلصقوا مع بعضهم هذوك تاريخهم كذلك عريق جدا، لا سيما ابان الثوره التحريريه، ابان المستعمر بوجود الاستعمار. كانت يعني كما قلت هذه المراه مدبره. كان بالنسبة لهذا الحاف اللي راكي تحكي عليه، اللي مصنوع ولا منسوج بقطع متنوعة كانوا بقطع، كانت هنا تلتقط، كانت المرأة تلتقط في نفايات الاستعمار بعض الجزيئات والملابس القديمة، حتى الصوف اللي كان باقي الصوف اللي كان يلقى في المهملات، فكانت هي تعاود تلتقطه وتعاود تنسجه وتعاود تخيطه وتخيط أشياء كثيرة، لا سيما الألبسة، لأن طبعا الألبسة كانت معدومة والشيء كان قليل، كان فقر بؤس، كانوا طبعا الرجال لا يعملون، كان الجزائري لا يعمل. هذا إذا صح له كما قلتي حمال في الموانئ، حمال ولا في النفايات، فهما يلتقطوها ويعاودوا يرسكلوا هذه الأشياء. وقلت احنا ما عطينا لهمش يعني القيمة التاريخية، وقليل يعني من المؤرخين اللي هضروا يعني ولا كتبوا على هذه الأشياء الخاصة بالتدابير المنزلية، والخاصة كذلك برسكلة هذه الأشياء إبان الثورة التحريرية. إضافة إلى أن هذا الكيس لو ساك دو جوت هذا اللي قلت عنده نبدة تاريخية، ويعز يعني كثير على قلوبنا، وكثير أظن يعني من الناس اللي مازالهم حيين لا سيما الرجال، ربما يتذكروا بأنهم لبسوا هذا لو ساك جوت هذا أو كيس الخيشة، لبسوه لا سيما في العياد،
كانت المرأة الجزائرية لابد على أولادها أنهم يعيدوا بهادو اللي كانوا يعيدوا بهادو اللي كانت تغمسهم في الجافا لتحولوا إلى لون آخر وتقوموا بخياطتها لسيما كذلك الذهاب إلى المدرسة. دوك لما يتفكرش يتفكر سواء أكيد كنا إحنا نقوله يعني دائما هذه عبارة نرددوها مع البيش لا يعرفوها الكل. واحد كيحب يتباهى بعمره ويتباهى بالجمال ديالو يقول لك انا لو كان نلبس شكاره خيشه ترد عليا. اكيد اكيد ايه لان الشكاره الخيشه كما راكي تقولي تلبست صح تلبست من قبل اطفالنا يعني ابان الثوره التحريريه ابان المستعمر لبسوها وكبروا بها رجال وكبروا بها اطارات واليوم راه يستعمل في الديكور ويستعمل اليوم في الديكورات طبعا يستعمل وجميل. في مختلف الديكورات لكن كان يعتبر كذلك ثلاجه كانت ثلاجه لان هذا بارد لما يغمس في الماء يشد البرودة والرطوبة ويشد الرطوبة فلهذا لما تروحي للسوق تشوفي طبعا اللي يبيعوا معظم الأعشاب العطرية المعدنوس والحشيش مازال يستعملوا هذه الخيشة صح. علاش يستعملوا هذه الخيشة؟ لأنها تحافظ لك على تلك الأعشاب العطرية حتى الحواتين والسردنية أكيد عبارة عن ثلاجة باردة هذه ثلاجة تعتبر ثلاجة وتشد البرودة فالأعشاب العطرية وكما قلت الأسماك تبقى متحافظين على القيمة الغذائية عكس التجميد لأن لما تجمد الأعشاب تنزل القيمة الغذائية صح. بهذا ما تنزلش القيمة الغذائية تقعد حية ومازال الاستعمال نتاعو في أغراض كثيرة كما قلتي ديكورات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سعاد والله فكرتينا عاوتاني رجعتينا للور حتى اللي ما حضرش هذيك الحقبة الزمنية هاكي فكرتيه فيها ربما أكيد. يروح يسأل الجدة ديالو ولا يسأل العمة ديالو ولا الوالدة تاعو تحكي له حكاية هذا وهذه التدابير المنزلية هذه الأفكار البسيطة اليوم تم استثمار بها في أوروبا كاين محلات بخصوص هذه الملابس القديمة كاين مصانع كاين معامل فيها تشغيل خلق المناصب تشغيل الشباب كاين مشاريع يعني هما يربحوا منها أموال طائلة كاين قوانين يعني قوانين ضابطة لهذه الملابس القديمة يجب أن تبقى يعني في السوق تبقى في السوق الدور حتى طبعا لا طبعا وكاين كثير منها يروحوا كذلك كوم دي دون يروحوا ك طبعا هبات طبعا للجمعيات وهبات طبعا لذوي الاحتياج ونضيف فقط اذا حبت يعني ترمي الملابس نتاعها ما صابتش كيفاش ترميهم هي تستعمل كيس بلاستيكي شفاف لازم يكون شفاف باش يشوفوا اللي يكون مهتم انهم ملابس طبعا تغسلهم وتطويهم صح. بشكل جيد وتحط عليهم بطاقه وتكتب عليهم هادو ملابس طبعا للاستغلال ولا للرمي وطبعا يجي مار يكون شخص يعني محتاج لهذه الاشياء لهذه الملابس القديمه سيأخذها بهذه الطريقه نضمن عدم رميها وحرقها في الفايات يعطيك صحة سعاد على كل النصائح ديالك على كل المعلومات اللي جبتيها لنا سعاد رحماني كانت حاضرة معنا في ركن تدابير العفو سعاد وسعاد عاود رجعتنا للدزاير زمان وحنا نزيدوا نعاودوا نولوا أيضا الجزائر زمان حتى نعرفوا أنه تاريخ الجزائر مرت عليه يعني عبر تاريخها الطويل عدة حقبات وحضارات أكيد. تاريخية كل حضارة كل حقبة زمنية تركت إرث معماري تركت إرث لغوي لازال قائم لحد الساعة جسدوا بعض المعالم اللي رانا نشوفوا فيها اليوم من بين المعالم اللي مازالت واللي مازالت شاهدة على واحدة من أهم الحقبات والحضارات التاريخية اللي مرت هنا على الجزائر فترة الدولة العثمانية قصر مصطفى باشا نزولوا فيه ونتفسحوا فيه في تراث بلادي مع ياسين يا حسيني مشاهدينا الكرام صباحكم سعيد أهلا بكم في عدد جديد من فقرتكم تراث بلادي إذن كما عودناكم في كل مرة نتحدث على أحد المعالم الأثرية تراثنا العريق إما من خلال التراث المادي أو اللامادي واليوم نحن متواجدين في أحد المعالم الأثرية المهمة جدا خاصة في مدينة الجزائر العاصمة وتحديدا بالقصبة رح نتحدث على أحد القصور اللي تحمل تاريخ عريق جدا ألا وهو
قصر مصطفى باشا. ابقوا في المتابعة حتى نكتشفوا مع بعض تاريخ هذا القصر العريق. الكرام، كنا قلنا لكم أنه راح نزور اليوم قصر مصطفى باشا، هذا القصر الأثري العريق جدا، وعراقته تكمن في تاريخه وفي روايته اللي تحاكيها هذا الجدران العريقة. للحديث عن قصر مصطفى باشا أسعد باستضافة في هذا الصبيحة السيدة مقشوش آسيا، محافظة التراث الثقافي. صباحك سعيد سيدتي. صباحك أسعد، صباح المشاهدين كله خير وعلى خير. سيدة آسيا، قصر مصطفى باشا من القصور العريقة جدا في الجزائر، مدينة الجزائر العاصمة تحديدا القصبة، لو تعطينا نبذة تاريخية عن هذا القصر وكيف تم تأسيسه. أكيد قصر مصطفى باشا هو من أهم القصور الموجودة في الجزائر العاصمة وخاصة في قصبة الجزائر. هذا القصر بني على يعني مصطفى باشا عندما قام ببناء هذا القصر كانت هناك مجموعة سكنية في المنطقة كانت تسمى بسبل الخيرات، فاشتراها مصطفى باشا وقام بهدمها ثم بنى فيها هذا القصر. وهذا القصر تم تأسيسه سنة 1779، يعني حوالي تقريبا 3 قرون من تاريخنا اليوم. بالنسبة لهذا القصر يعني وصلينا بهذا الشكل، وصلينا بعناصره المعمارية الأصيلة يعني زخارفه التي تزينه بهذا الشكل بمروره بالعديد من المراحل التاريخية. أهم مرحلة أنه لما توفى مصطفى باشا سنة 1805 استحوذ أحمد باي على هذا القصر، واستمر لمدة 25 سنة تحت حكم أحمد باي إلى غاية دخول فرنسي، حيث تم أو تحول هذا المسكن إلى مقر لإقامة جنرالات الحملة الفرنسية على الجزائر. وبعد يعني 4 سنوات من الاحتلال الفرنسي طالب نجل مصطفى باشا باسترجاع هذا القصر، ولكن فقده مرة ثانية خلال يعني استدانته من السلطات الفرنسية، وتم بيعه في المزاد العلني ليعود إلى الإدارة الفرنسية، ويعني سكنه كبير صيادلة الحملة الفرنسية، جنرالات، سكنه أيضا أخوات اللي كانوا في الحملة أيضا الفرنسية على الجزائر. إذن سيدة آسيا، لو نتحدث الآن عن الطابع المعماري لقصر مصطفى باشا والهندسة المعمارية اللي استخدمت والزخارف اللي نشوفه ما شاء الله يسخر بها هذا القصر. هو طراز معماري جزائري محض، كان قبل فترة العثمانية وخلال فترات الإسلامية كلها، وحتى أن هذا الطراز المعماري تقريبا يعود إلى فترات تسبق الوجود الإسلامي في الجزائر. خلال الفترة العثمانية عرفت ازدهار بحكم أن الجزائر العاصمة أصبحت هي مقر الحكم الجزائري. بالنسبة للعناصر المعمارية الموجودة هنا في القصر، أقواس الحدوية بينها الأعمدة الرخامية، النافورة في وسط القصر. ما يميز العمارة العثمانية أو الفترة العثمانية عن فترات الأخرى هو استخدام مربعات الخزفية مقارنة بالفترات السابقة اللي كان فيها الزلايج، اللي هو عبارة عن مربعات خزفية صغيرة تعطينا شكل هندسي. هنا استخدموا المربعات الخزفية، وهذه المربعات الخزفية كانت تأتينا من عدة دول، إما كمقايضة أو كجزية، أو كانت تصلنا أيضا كهدايا. هذه المربعات الخزفية كان عندنا مجموعة من إسبانيا، مجموعة من إيطاليا، ومجموعة من تونس. وأهم مجموعة موجودة في هذا القصر هي مجموعة المزهريات الموجودة في سقيفة القصر،
وايضا من اهم ما يوجد في القصر هي مجموعه الخزفيات الشراعيه اللي تمثلنا، وكاين دارسين لجؤوا لهذ المربعات من اجل معرفه انواع السفن اللي كانت موجوده في تلك الفتره التاريخيه. الرخام ايضا جلب من ايطاليا، وكانت هناك علاقات وطيده بين الجزائر ودول البحر الابيض المتوسط كلها، فجلبت هذه المربعات الرخاميه من ايطاليا، ولكن لدولة إسلامية لأنه يوجد فيها الهلال الذي يدل على دولة مسلمة ولم يحتوي على زخارف أخرى يعني تنافي الدين الإسلامي. لو نتحدث عن تقسيم قصر مصطفى باشا من حيث الغرف، من حيث الأسماء، القاعات المخصصة للداي آنذاك. أكيد هذا القصر يتكون مجموعة من العناصر الهندسية. أول شيء عند المدخل يقابلنا ثلاث سقيفات، السقيفة الأولى والسقيفة الكبيرة والسقيفة الصغيرة. هاد السقيفات كان دورهم يعني لما نوجدوا أيضا مصطبات، هي مكان استراحة. هاد السقيفة كان دورها لما يجي زوار لهذا القصر ينتظروا إلى أن يعطى لهم الإذن للدخول إلى القصر. بعدها مباشرة من هاد السقيفات نلج إلى كما نلاحظوا صحن القصر اللي هو موجود هنا وسط الدار اللي فيه النافورة أكيد، ويحيط بهذا الصحن أروقة. هذه الأروقة أيضا عندها دور معماري مهم، وهي أنها تحمي الغرف من أشعة الشمس وطبعا من الأمطار يعني، وتخلي مسافة للمارة في الأروقة. يحتوي أيضا على أربع غرف في الطابق السفلي، وأيضا بيت الصابون اللي دائما توجد في كل بيت. بالنسبة للطابق العلوي أيضا يحتوي على أربع غرف، لكن هنا المميز أنه في الطابق العلوي أيضا توجد غرفة المطبخ وغرفة الحمام، ويعني هذه الغرفة أو غرفة المطبخ فيها العديد من المدخنات، دليل على أنه كانت كميات ضخمة من الأطعمة تطبخ في هذا المطبخ. هذا بالنسبة للطابق العلوي. أما الطابق الأخير أو قبل الأخير اللي يحتوي أيضا على غرف، واحتمال أنه هناك جانب الأيمن في القصر هو اللي كان مقر الداي. بالنسبة للمنزه هو آخر عنصر في العمارة، ويكون مقابل للبحر وخاص بالسهرات الليلية أو في النهار يعني يلجؤوا ليه من أجل يعني المجالسات. أما الطابق الأخير اللي هو يعتبر كطابق إضافي تم إضافته من قبل الفترة الفرنسية. سيدة آسيا، هذا المتحف كما شرحتي مسبقا يسخر بالثقافة بالتراث، وهو معلم أثري مادي مهم جدا. الآن يعني كيف أصبحتم تروجون لهذا القصر من خلال أنه أصبح الآن متحف للمنمنمات والزخرفة والفن الخطي، وما هي الرسالة التي يحملها الآن للمواطن الجزائري ولكل من يحب أو يهتم بالتراث والثقافة الجزائرية؟ هذا المتحف قلنا أنه كان نواة متحف، أول متحف في الجزائر، حيث كان يحتوي على مجموعة من العناصر أو مجموعة متحفية كبيرة تعود الفترة الإسلامية وأيضا تعود لفترات القديمة. أيضا كان يحتوي أو كان يحفظ مجموعة من المخططات خلال الفترة الفرنسية، ولكن فقد هذه الوظيفة بعد الاستقلال، ويعني تم استرجاع هذه الوظيفة في 2007 وأصبح متحف، وشهد العناصر أو العديد من التظاهرات الثقافية، شهد العديد من النشاطات. يعني من سنة 2007 إلى غاية يومنا هذا احتفلنا بالعديد من المناسبات الوطنية، المناسبات الدينية، وأيضا احتضن هذا المتحف العديد من الورشات لكبار فنانين الجزائريين، احتضن ورشات للأطفال من أجل تعليم الخط، وأيضا نقوم بالعديد العديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين في الزخرفة المنمنمات. أيضا هناك تبادل طبعا ثقافي بين الجزائر ودول أخرى.
يعني هذا المتحف رسالته ليست فقط الحفظ وحفظ المعلم وحفظ المجموعات، إنما رسالته هو التبادل الثقافي بين جميع فئات المجتمع وبين جميع دول العالم من أجل تعريف بثقافة الإسلامية بثقافة الخطية والفنية للجزائر. سيدة مقشوش آسيا، شكرا لك على كل هذه المعلومات المهمة جدا فيما يخص قصر مصطفى باشا. شكرا على يعني هذه الرسالة اللي تحملها تلفزيون الجزائري دائما من أجل تعريف المواطنين بتراثهم وبعاداتهم وتقاليدهم، أهم شيء هو قصر مصطفى باشا، واللي نقولهم مرحبا بكم زورونا موقعنا في ساحة الشهداء، يعني هو متحف جميل جدا. نعم شكرا لك. ونذكر فقط أنه تم توثيقه كتراث عالمي في اليونسكو في سنة 1992. نعم هو تراث من المعالم الأثرية التي تسخر بها الجزائر. شكرا لك مرة أخرى سيدة آسيا على استقبالك على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام نقول لكم وصلنا إلى ختام فقرة تراث بلادي، إن شاء الله تكونوا استمتعتم وأكثر شيء استفدتم معنا. ألقاكم أنا في الأعداد المقبلة بحول الله، إلى ذلك الحين أنتم سالمين غانمين، إلى اللقاء. وصحيح أن المتجول في أحياء العاصمة وبقي المدن الأخرى يرى تاريخ الجزائر لأكثر من 4 قرون من خلال مباني قصور ومساجد بقيت صامدة وتحدت عوامل الزمن والبشر المرت عليها، كما قلت صامدة وشاهدة على كل هذه الحقبات التاريخية فقط حتى تحكي لنا وبصمت جزءا من حكايات قديمة لبلد اسمه الجزائر. هو فنان وإنسان قبل كل شيء متجدر في مجتمعه، رجل ذو بنية كبيرة ليس فقط من حيث الجسد وإنما الفكر أيضا والجانب الإنساني. تختصر أعماله عبقرية إبداعية وارتباط وثيق في مجتمعه، أتقن وبإبداع واقتدار الكتابة الدرامية والإخراج المسرحي، مما يجعل مسيرة الراحل المسرحي الكبير عبد القادر علولة تجربة رائعة ورائدة في مجال المسرح الجزائري. الحديث يقول الزميل سمير لاليبي. لما الوالدة جابت لي القهوة مع الصباح كما هي العادة سقسيتها شحال الساعة، قالت لي العشرة غير ربع يا وليدي العشرة غير ربع. فارس من فرسان المسرح الجزائري الحديث ومن عمالقة الركح والخشب. الكلاب يتكلموا تعبان وما جيش في هذه الصبحة كلها. عبد القادر علولة أحد أكبر المسرحيين الجزائريين، أبدع ممثلا كما أبدع مؤلفا ومخرجا بأسلوب وبصمات خاصة. بعد الفطور لقيت عليهم خيطة. ترجم الواقع بلغة المتلقي وبفكر المثقف الواعي بآمال وآلام العامة. أتكلمت لهم عن الورقة والقلم، خديت موقف هام. كل يعني كل ما بقي حال زيتينات هادو. قام عبد القادر علولة بثورة في المسرح الجزائري أثمرت مجموعة من الأعمال الراقية المعبرة عن مرحلة من تاريخ الجزائر. قلت يا عائشة ونودي جفري قلت هاني نط. كل ديك الزيتينات فاجي لك القلب. كل بنتو يا ما لي تنسى وتنادي لعمي عمي يجي لي ديما بالحلوى يجلبها. عبد القادر علولة وجيل ذهبي من المسرحيين جعلوا كل طبقات المجتمع تعقد صفقة حب مع المسرح ومع الإبداع الراقي. خاصاتك الورقة الفلانية وياها وياها وياها. صباح الخير سي الناس. صباح الخير سي عسان. تفضل. إلى جانب المسرح خاض عبد القادر علولة تجربة ناجحة في السينما حينما مثل مع عمالقة الفن السابع في الجزائر أمثال رويشد ومحمد حلمي. واش العدم على المهمة؟ سهلة مهلة يا سي حسن. على بالك بالفيلا اللي راني نبني فيها؟ على بالي الناس كل على بالها. مبروك عليك. بارك الله فيك. قلت أنا كراك خدم في البنكة بلك تقدر تبدل لي واحد 20 ألف دينار.
سامحني سار، بغيت تشريني بالفطور باش تبصيني. علاش يا اخي؟ غير بلادنا. هيا بركاك من الشبكات وشوف كيفاش تخدم بالصفة على روحك. الله يعاونو. ولكن حتى انت حد ما يمنع عليك تعمل بحالو. لتنطفئ شمعة عبد القادر علولة في العاشر من مارس من سنة 1994، فيبقى نور أعماله يشع مسيرته الفنية الثرية والزاخرة. ربي يرحم فقيد المسرح الفنان عبد القادر علولة. بدايته الأولى في الفن كانت من خلال تكوينه في الموسيقى الأندلسية، وهذا منتصف الثمانينات في الجمعية السندسية، وبعدها عمل كعازف على آلة الإيقاع، تعلم على يد عدد كبير من المشايخ الأغنية الشعبية، وأتقن العزف أيضا على آلة العود أيضا. وقبل ما يلج مجال الغناء كما قلت كان موسيقي في البداية. هذا الفنان المتألق محمد رباح، لو حاضر معنا ضيف في برنامج صباح الخير يا جزائر، نلقاه بعد الفاصل. إذن كما قلت الفنان محمد رباح حاضر معنا هذه الصبيحة. صباح الخير. صباح الخير أختي الكريمة، وصباح الخير بمتتبعين التلفزيون الجزائري داخل وخارج الوطن. كيف حالك؟ صباح الخير، وراني جد وسعيد لاني حاضر معكم. والله احنا اللي سعداء لانك حضرت معنا ولبيت الدعوه، يعني كما احنا نقولوا بالخف تمتم. الله يسلمك. كما نقولوا هذا شرف لنا، وما ننساش بلي التلفزيون الجزائري له فضل كبير بزاف على الفنانين الجزائريين، يعني البيبان نتاعو توجور محلولين توجور الور كي عيطوا لي على دعوه ولا حاجه نجي افيك بليزير كيما. يعطيك الصحه. شكرا محمد. اذا محمد كما انا قلت في البدايه، انت من الاصوات الجميله، يعني الله يبارك ما شاء الله، انا كنت سمعتك عده مرات. واللي هذه الاصوات اللي تساهم في اثراء المشهد الثقافي والفني الجزائري. انت كما قلت في انطلاقتك كانت انطلاقه الموسيقى الاندلسيه، لكن بعدها ابدعت في الأغنية الشعبية والأغنية العصرية. قلت لك هذا الشيء هدايا موهبة من عند الله. أنا كنت صغير ما يخفلكش نط في حي شعبي، يعني كان عندي شرف، كنت محتك بزاف بالفنانين، كنت نشوف بكري قدامي عمر الزاهي، نشوف الهاشمي، نشوف نحضر لهم الليالي. كنت صغير ما نعرفش كاع الفن، وعلى راه شغل هذوك هما السبب كما يقولوا احنا في واحد المثل في الشعبي يقولوا سبب فهمي، تسمى هذوك اللي أثروا عليا هذوك. وليت نعزف هكذا، نكسر جيتاره، نلعب دربوكه، نلعب تاع الحومه تاع. ومن بعد كاين ناس شجعوني اللي قالوا لازم تكون روحك، الموهبه وحدها ما تكفيش، لازم تكون روحك تدخل سوسوال الكونسرفاتوار ولا تروح كاش جمعيه اندلسيه، تزيد تكون، تزيد تعلم يعني قواعد الموسيقى الاندلسيه، وتقدر دير تما تراسي لو شومان تاعك. لو خديت رايهم الناس هذوما، وكان لي شرف لي التحقت بجمعيه السندوسيه، وعلى كنت على آلة الدربوكه كنت بديت معاهم، وبدا المشوار. بدا المشوار كما راك قلت، بدا المشوار مع الاله. نعم. هل الميول ديالك الموسيقي كان العزف على الاله قبل الغناء؟ نعم، الميول يعني الموسيقي تاعي كان الميول للآلة بزاف، كنت نحب نشوف الانسترومون. وهذاك الوقت كنت صغير شويه، ما عنديش لي موهبه باش نشري اله ولا باش، كنا تعرفي بدون زيت ندير له خيط هكذا نتعلم ومنا، يعني ما كانش عندنا هذاك الوقت باش الانسان يشري هذاك الوقت اله. الناس كنا احنا يعني المجتمع كانوا بزاف ناس بوساطة، يعني ما يسمحلوش الحظ باش يشري اله باش. وهذا يعني الشيء اللي نفتخر به بزاف، تما يعني كاع لي ضمان ماشي غير في الفن، تكون الاراده ولا حاجه تلحقي لهذاك الشيء. وجميع اللي نجح كما قلت في كل المجالات خاصه في مجال الفن، دائما البدايه تاعو كانت هكذا البدايه. اي لازم حلاوتها، دائما هو يفكر حلاوتها يفكر في هذيك الاله، كيفاش هو يخدمها، كيما يشوفها، الا كان مدوها له تكون قديمه هو يعاود يصلحها ويستعملها، حتى ان شاء الله يكتب ربي وتكون عنده وحده جديده يعني الخاصه به. انت محمد كما قلت بديت مع الاله، بديت مع آلة الإيقاع، وعلى بالنا انك كنت ضمن
فرقه موسيقيه للعديد من المشايخ. أنا وهذا اللي زاد لك يعني زاد لك التجربه وزاد لك الخبره، لانه قبل ما بديت المجال الغناء انك تعزف مع واحد من مشايخ الاغنيه الشعبيه ماهوش حاجه سهله. يعطيك صحة، يعني كانوا هبلك كانوا الناس عاونوني، يعني شافوا تما شافوني انا تما حاجه تجي مني ماشي حني عاونوني. قال تما الأوركستر الأول اللي كنت نخدم معاه لنحييه بزاف بزاف إن شاء الله يكون بخير، عمي مبروك حماي، كان قائد جوق وكان مام يخدم بزاف مع التلفزيون الجزائري اللي سيطال تاع الشعبي تاع رمضان وداك توجور كنا نشوفوا عمي مبروك الله يذكره بالخير، نسلم عليه بزاف بزاف من هذا المنبر. حتكيت بزاف يعني بالمشايخ أغنية الشعبية، وهذا شرف كبير ليا. يعني كنت عرفت شير الهاشمي الله يرحمه، قروابي، عبد الرحمن القبي، وجماعة العنقيس، حسن سعيد الله يرحمه، أسماء ثقيلة. يعني الناس هادو ما تما كان لي شرف، وكان كما قولوا حاجة مهمة في المشوار تاعي، خاصة إلا كنت في الفرقة الموسيقية تاعهم على آلة الإيقاع، يعني لا الدربوكة ولا، ورحت بحرت لهم الميزان. حتى واحد ما يحسك على هذاك الموقف. قلت لك أخت الكريمة هذا هو يعني الحاجة المهمة يعني في حياتي في المشوار الفني تاعي، إيه عرفت يعني الناس وخديت شوية تجربة عليهم وخديت دي بروغرام عليهم صح. والله يبارك عليك أنك ماشي آلة ولا زوج اللي تعزف فيهم، راهم يعني آلات موسيقية تتقن للعزف عليهم. الله يعني سمتك. الله يبارك ما شاء الله ما نصيبوهاش يعني في بزاف ولا في الكثير من الفنانين. لكن محمد، هل الآلة عند الواحد ولا الفنان اللي يكون متخصص في الموسيقى الأندلسية ولا في الأندلس ولا حتى في الأغنية الشعبية، هل من المهم أنه يكون يتقن يلو كان آلة لعزف على آلة؟ شوفي كانوا بكري مشايخ كبار بأسم ما كانوش يعزفوا الآلة. يعني ما نقولوش هذا ماشي شيخ ولا ما يعرفش ولا يعني لا. بصح الآلة مهمة بزاف الفنان دي فوا تحي مع أوركست ما يعرفش لو بروغرام تاعك ولا حاجة، انت كما قلو تقيديهم تعطي لهم يعني الريشة وكيفاش يخدموا الموسيقى كيفاش، يعني يكون عائق شوية، يكون عائق بارابور المغني اللي يعزف الآلة واللي ما يعزفش الآلة، كاين اون ديفيرونس كاين. اه صح، تما لازم يكون إنسان يعزف الآلة حتى سبحان الله كي تشوف يعني فنان رافد هذيك الآلة ديالو تزيد له شان وهمة، يعني عنده هيبة. شوفي الأخت ما تحكمي كبار المطربين في المشرق العربي كما صابر الرباعي ولا حاجة، تسمعيه يعزف الكمان يعني حاجة مهمة. ديجا واحد ليميسيون عرضوه عطاولو الكمان بدا يلعب، يعني ستان بليزير فنان يعزف الآلة، تسمى حاجه كما اضافه ليه كما قلت. واحنا اضافه لينا هنا في برنامج صباح الخير. الله يرضيكم انتم كما قلتوا، يعطيك الصحه. احنا ربحنا يعني فنان متالق وصوت جميل، وماذا بينا انه تفرحنا اليوم نسمعوا حويجه. بالمناسبه السعيده هذه نديروا دي شانسون نبداو بها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، تفضل. وحداني غريب أنا عايش، وحداني غريب أنا عايش، وحداني غريب، يا هاتف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب الحبيب الحبيب، كلمني الوطن الحبيب الحبيب الحبيب، جزائر زينة البلدان، جزائر زينة البلدان. ألو ألو من فضلك ديري لي مزيه، الو الو كلميني المدنيه، الو الو راه الوحش كتر عليا من بالكور كبير الشان، راه الوحش كتر عليا من بالكور كبير الشان، خليت فيه ريحه والديه احبابي ناسي والجيران، احبابي ناسي والجيران. حاجة خطيبة بداية إن شاء الله خير. وحداني غريب والله ما راك وحداني، راك معانا كاع. والجزائر زينة البلدان. الله يبارك فيك. وتحية الجزائر تاعنا حبيبي إن شاء الله يا رب. إذا محمد، أنت أيضا من الفنانين القلال أنكم ماشي غير كي يرفد المندول ولا يرفد العود، يتقن القصيد حتى الدقطوقة ولا حتى الأغنية العصيمية، لأنه تبدع أيضا في أفراحنا وأعراسنا. يا الله يبارك عليك، يعني نشوفك في الثقيل وفي الخفيف. الله يسلمك. يقول لك هذاك لمثل كل مقام مقاله. صح. دي فوا نخدم العراس لي زابخي ميدي،
لي فابي الجيريان عبالك يكونوا من الشرق يكونوا من الغرب يكونوا من منطقة القبائل لازم تردي الناس هذو صح. ما تقدريش تنبوزي عليهم حاجة اللي ماشي ما يدين عليها دوك يكونوا الناس بالقبائل لازم دير لهم بروغرام كبير باش تردي الناس وحنا اونيساي توجور نفرحوا الناس نديروا لا فاريتي الجيريان لا لا الفرجه مضمونه هذه على ضمانتي العاصبه مودرن هذاك لا ميوزيك دومبيونس باسكو هذا فرح وحاجه تاع ثقيله ولا حاجه تاع تراث ولا حاجه عندها بلايصها قال سبيكتاكل ولا فيستيفال ولا حاجه ما جاياش تغني غنى تاع لومبيونس ولا تاع قاعده الناس هي قاعده اون فامي ولا حاجه ثقيله حاجه تليق بالمجتمع اللي يكون تما مي العرس ماشي كيف كيف العرس حاجه واحده اخرى لومبيونس و... لا لا لومبيونس و... لا لا الله يبارك يعني انا كنت محظوظه وين حضرت لك يعني فرح وين كنت انت تغني محمد يعني ما شاء الله الله غير العرس حيته والله غنحس روحي ما نكذبش عليك انا توجور كما نقولوا عندي واحد القاعده في راسي يعني كل عام انا نتعلم حاجه صح. انسان جامي يقول لحقت ولا انا نعرف ولا انا تسمى نحسبها على نحسب روحي على الناس ستار ولا حاجه ولا توجور باسكو كاين دي جون جينيراسيون جديده يكون بدا البارح الفن يعرف صوالح انت اللي ما تعرفهم حيت كاع فن ما تديرش واش دار هذاك الجان اللي بدا البارح دونك انسان يكون يحط رجليه في الماء ويكون متواضع ونديروها قاعده في راسنا توجور نتعلموا اون ابرون توجور كيما نقولوا صح ومحمد جربت انك تلحن وتكتب لنفسك في مشواري الفني عندي واحد 3 اغاني اللي لحنتهم هكذاك بصح ما فرحتش بهم شغل ما تقنعتش بهم باسكو شفت ملحنين ما كيما نقولوا ما نبانش معاهم انا مي كانت عندي تجربه صغيره هكذا هكاك دوك كون واش قلت لي قلت لي رانا مازلنا نتعلموا يعطيك الصحه نون باش يعني المستوى تاعي بارابور باسكو الملحن وحده والمؤدي وحده والارونجور وحده يكذب عليك انسان ما يقدرش يكون يدير حاجه كل شهوة تسمى ملحن مغني كانت عندي تجربه هكذا مي ما ماشي حال ما بالك بليطار ان شاء الله على حساب كيما نقولوا على حساب الكوستو على حساب وكي تذكرت يعني الملحن تذكرت المؤدي وتذكرت ايضا الموزع والكاتب كيفاش هي علاقه محمد رباح بزملائه يعني من الملحنين من كتاب الكلمات من زملائك الفنانين كيما انت الاخت كريمه نحكي لك يعني في الضومه تاع الشعبي الحمد لله كاين كتاب كلمات بزاف كاين الحمد لله كاين اون ريلاف وهذا شرف لنا وشرف لبلدنا كما يقولوا التراث تاعنا من كما يقولوا نفتخروا به لا لا الحمد لله يعني اللي نعيط له بارولي ولا موزع ولا كاين بعض الاسماء كما خالد سفيان كامل قطيش الناس معروفين في الساحه الفنيه صح. كي يعني نحتاج كاش عامل ولا حاجه نحب ندير حاجه جديده ولا نتصل بهم ما كاين حتى مشكل وانت من الفنانين اللي يحبوا حتى ويحبوا جديد حتى ويحبوا كلمات جديده يعني ولحن جديد لكن في الالبوم ديالهم هل من الفنانين اللي تحب دير تكريم الفنان مرحوم ولا من المشايخ الكبار تعاود له الاغنيه ديالو بنفس جديد يعني على طريقته حبك حنا عندنا في الفن الجزائري يعني فاش عندنا واحد اللي تسمى توجور يعني الفنانين يحبوا يغنوا غناه كيما محبوباتي الله يرحمه يعني الغنى تاعو امورتال توجور يعني في البوم ندير واش غنيه ولا زوج تاع محبوب ولا تاع حراشي ولا تاع معطي بشير ولا تاع باسكو ميم معطي بشير كان عنده اغاني شابين يعني تاني وندير اغنيه ولا زوج جديده باسكو علاش كان كيما نقولوا عندنا واحد الرساله لا جينيراسيون جديده كي نغني غنيه تاع محبوب نعاودها ما نغنيهاش كيما مولاها امبوسيبل باسكو مولاها اللي غناها الاول كيما عمر الزاهد عطى لها الروح وتعبوا هذاك الوقت ما كانوش لي مويا ما كانوش حنا كاين شويه لي مويا لي ستوديو كاين عندنا بك ميساج كي حنا نديروا هذه ريبريز تسمى نبينوا لا جينيراسيون هذه الاغنيه تاع فلان واللي غناها فلان وانا نعاودتها باش تسمى يقع توجور التراث باين تسمى محبوباتي غنى تاعو ايمورتال حاجه ما شاء الله صح. وندير اغاني جدد ندير اغاني جدد في الالبوم في قال هذه تاعي كتبها لي فلان وهذه نسمعوا اغنيه من اغاني جدد اغاني الخاصه بك ماشي يا سيدي معليش انت عندك الخيار ليك انك تخير واحده من الاغاني لكن انا قلت يعني الاغنيه ديالك ما بداينا شوفوا ياسمينة أشباح جناني الورد
ياك باهي في مكاني حنينة ببهك فناني الورد ياك بهك فناني ياسمينة اشبح جناني الورد ياك مبهك فناني حنينة والورد فناني جميلة والورد 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 فناني أبتي باساج هكذا سارة واسمني حبيبة واسمنيش ياسمين لا لا بصح كاين غني على حبيبة معروفة يعطيك صحة محمد محمد كي مقبل برك كنت تهضر على جبت على المهرجانات هل تعتقد انه اليوم الاغنيه الشعبيه ذات حقها من المهرجانات والله يا بكلك هباك هذا الموضوع عدت زمان طويل بزاف والله غير شوفي الاغنيه الشعبيه بدات حقها بيان كوم الفو في المهرجان في المهرجانات باسكو علاش الاغنيه الشعبيه الجزائريه باكي اللي تمثل التراث الجزائري اللي بعد نحبوا ولا نكرهوا باسكو كي نشوفوا بعض المهرجانات سي بي دي زارتيست يغني لك شرقي واحد يغني لك مغربي واحد يغني لك ماشي الفن تاعنا ماشي دوك حنا شوفي كي نروح الغربه دي فار رحت خدمت في كندا رحت بزاف لمونريال خدمت بزاف بون ما نحكوش على الاوروب منها عبا كي تغني الاغنيه الشعبيه الناس تبكي باسكو لا نوستالجي يتفكر ما يكون من منطقه الشاويه ولا بصح يسمع الشعبي يبدا يبكي صح والله العظيم شو الرمز رمز الجزائر سورتو رحت اختار المونريال خدمت تما بالسلام طرت له درت اغنيه شعبيه لا بيست معمره والناس تبكي الناس نغني الشرقي ولا نغني ما كاينش اللي يسمع حنا جو بونس نظن باللي الاغنيه الشعبيه ما خدتش حقها يعني في حنا في صحاب الشعبيه تفكرونا غير في رمضان حفلات وذا ديرنا سواري فلانيه ديرنا مي لي زوتر كما نقولوا جاب لي ربي ما شاء الله بالك مع الجزائر الجديده كل شيء ان شاء الله يا رب اكيد باش تعاود توليه ولا لا 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 اكيد حنا نتفائلوا خير دائما ونواصل الحديث على المهرجانات وكي يشارك الفنان سواء المهرجانات المحليه ولا حتى المهرجانات خارج الوطن هذوك المشاركه ديالو في هذا المهرجان واش راح تزيد له للفنان والله غير هي الحاجه الاولى الفنان واش سورتو المهرجانات الدوليه عباك تكسب بها النظر بيبليك باسكو البيبليك اللي عايش في الجاليه يعني المغتربه اللي عايشه تعرف لونسيان جينيراسيون اترافير لا تيليفزيون ما تعرفش حاجه جديده واش هو يدور في البلاد ميم الغناء تاعهم مازالهم يسمعوا صحاب البارود وما كاينش تسمى ما كاينش لا ميزاجور هذيك تاع الغناء الجديد اللي هو يدور حاجه المهمه اللي تفيد للفنان في المهرجانات الدوليه تكسب بيبليك جديد الناس تعرف شكون هذا انا جان ارتيست جابوه من يعني كي يجيبوه ان ارتيست لي يشرف ما يجيبوش صح شي سوسيال يجيبوا واحد دونك هذه حاجه اللي تكسب بيبليك جديد تكسب الناس تعرفك انا في موريال ما كان دخلت والله غير هكذا ندير سلام طرت رحت مع واحد الارتيست معروف قلت اليوم نجوز بيسري قدامه هذا معروف وانا نجوز قبله رحت وندمت ما نكذبش إيه بام الله غير طلعت ماركيتها فور الناس يتصوروا معانا الناس شغل ديكوفر إن ديكوفرت حاجة جديدة صح. حاجة شغل دونك هذه حاجة نظنة والله يعلم وهنا في المهرجانات المحلية نارك مع الجزائري 100% هنا المهرجانات يعني تبدلي جو تاني تبدلي سورتو الارتيست لازم يخرج شوية ودي فاتحي مع دي ميجيسيان ماشي مولف نخدم معاهم نتعارف معاهم اترافير لا تورني هذيك ولا المهرجان نولوا اصدقاء نولوا احباب وكي نتفارقوا بالبكا والله هذه خطرة شفيت واحد لا تورني ضربناها كان جو رحنا للصحراء مهرجانات داروا هكذا شاك فيل في الصحراء نديروا سواري الورا عرفت الناس من مستغانم دي ميجيسيان رحت معاهم جابوا اوركستر مستغانم كي خلاص لا تورني ولينا اكثر من الخاوان باتوا كيف كيف صحيح شربوا قهوه كيف كيف دونك نهار تفارقنا والله غير بالبكا خلاص شغل خاوه شغل انا نظن هذه هي الحاجه اللي تفيد لها محمد مع رواج يعني طبوع ولا طبع موسيقي في الاونه ولا في السنوات الاخيره على الجزائري يلقى رواج كبير خاصه في وسط الشباب الجزائري، هل تعتقد انه الشاب الجزائري اليوم مازال مهتم بالاغنيه الشعبيه؟ نهضر لك الشاب تاع دوكا انا ما نحكوش على جينيراسيون تاع دوكا باسكو لا جينيراسيون تاع دوكا عندهم ميول
اغاني جدد تسمى واحد لو ستيل ما نقول لك لا الرايل كاين واحد لو ستيل تاع الغناوي دور راجل تحب هذاك لو ستيل هذا مي لو كان تولي فيلو يعني احنا بكري وشنو وين تعلمنا الفن ندخل عند الحفاف نسمع ام كلثوم نسمع العنقه نسمع تسمى يمبوزي لك دونك الشعب الجزائري نقدر مازال عنده الميول تاع الاغنيه يعني الطربيه يعني ملتزمه سورتو طرب ولا يعني مازال كاين الخير ما نحكوش بك على الجينيراسيون تاع دوك بالك مع الوقت ان شاء الله يعاودوا باسكو يسمعوا واحد الاغاني جدد خفيفه واغاني ما تفهميش واش كاين يا الله دونك هذه هي الحكايه كما نقولوا وفيما يخص ايضا 2020 محمد ربع 2020 يعني كانت سنه صعيبه على الكل في العالم كله على غرار الجزائر وصعيبه على الفنان على المواطن العادي الكل كما نقولوا وين شهدنا توقف ولا جمود في النشاطات الثقافيه والفنيه هذا زاد ايضا توقفت الاعراس توقفت الافراح توقفت المهرجانات كيفاش عاش الفنان 2020 حبيت نعرف كيفاش عاش محمد رباح 2020 كفنان وكمواطن عادي شوفي ما نحكيش على روحي انا اختي حبيبه 2020 كانت صعيبه 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 بزاف على الفنانين علاش كاين ناس عايشين بهذا الشيء هذا انه كان ما يخدمش ما ياكلش ودونك كيما قلنا واش نقول لهم هذا درس للفنان ان شاء الله ربي يزول علينا هذا الوباء هذا يسال يخدم ويقرا الزمان عقوبه الحمد لله كاين ناس كاين دي زارتيست قراو الزمان عقوبه دايرين دي كوميرس باش يسترزقوا دايرين وكاين ناس مساكن اللي سفروا تاع الصح والله غير سفروا بنقول لك بالك الخبز ما عندوش واش يشري والدوله الجزائريه عاونت الماكسيموم كاين لوندا مدت كاين اللي مدت لهم نصيب يعني ما يكفيش دونك 2020 هذايا اللي يقعد في التاريخ يقعد باش تشوفي انسان ان ارتيست ولا ما نحكوش على الشونتور نحكو على ميوزيسيان ولا تسيبيه عام ما خدمش وتسيبيه بالك كاري دار ولا كاري والله غير مشكل كبير وربي ما يخليناش كما نقولوا احنا رانا مسلمين ونقولوا رزق على ربي ان شاء الله وكمواطن عادي كيفاش كمواطن عادي نورمال مع جيراني ولا تحومتي كونترير عاودت ريكيبيري جيراني كشحال ما قعدناش كيف كيف صح بحكم العمل ولا ديبلاسمون ما تشوفهمش بزاف قعدوا تضحكوا تفكروا اليامات الصغار واليامات دونك وكنت تحترم تدابير وقائيه بكل والله غير لازم باسكو علاش نهار بدات هذا الوباء هذا كانت انفوبي امبوسيبل ما تقدريش تمسي حاجه ما تعيش تغسل يدك ولا ما ديريش لو ماسك ولا تسمى حاجه اوبليغاتوار راك شتي كاين ناس حبابنا راحوا ولا مساكن ماتوا كاين اللي تقاسوا كاين اللي دونك يعني هذه ماشي كذب ولا حاجه هذا وباء عالمي ونترحم على الناس اللي ماتوا ان شاء الله ربي يرفع علينا نترحم بزاف على الناس اللي ماتوا ربي يشافي ان شاء الله اليوم امين يا رب امين محمد من بين المشاكل اللي ربما كان يعانيهم الفنان الجزائري نهضر على الجزائري في السنوات الاخيره هي القرصنه كان كي يخرج سي دي ولا يخرج البوم يعني في عوض انه المواطن يروح يشريه من المحلات يعني المخصصه لبيع الاسطوانات وبيع الكاسات ولا الاشرطه كان يلقاه مباشره حتى يلقاه مسرب على المواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى على المنصات ولا الانترنت هذا هو المشكل اللي عانى بزاف منه الفنان هذا المشكل تعرفي اللي تقاس بزاف ماشي الشونتور ماشي يعني المؤدي باسكو المؤدي مام كي يخرج انا البوم يصيبو في الانترنت سي اون بيبليسيتي باسكو الوقت لو يمشي هكذا ويقول هكذا سي اون بيبليسيتي لو موند كاع يشوفك لو موند كاع يدي هناك وهناك ويدور ومنا اللي تقاسوا بزاف لي بروديكتور هادو لي زيديتور هادو سي بي مسكين بالك خلص بزاف دراهم باش يخرج ان البوم والتيراج تاعو ديكلاري منا ومن بعد يصيب الالبوم تاعو سور انترنت كاين بزاف لي زيديتور غلقوا دوك خلصت حكايه لي زالبوم دوك كاش ان ارتيست او داير البوم ولا دوكولات سينجل كليب يوتيوب اون شان يوتيوب فيها لي زابوني بزاف ولا انستغرام ولا دونك انا نظن باللي هاد المنتجين هادوما اللي تقاسوا بزاف تسمى اكثر من يعني المؤديين ولا باسكو علاش ان شونتور يخدم ويخرج الالبوم تاعو سيد دي سيت هكذا من الناس تي بيبليسيتي له نحبوا ولا نكرهوا ولا دونك انا ظنيت باللي هذا الشيء هذا المنتجين يعني اللي تقاسوا بزاف نتكلموا ايضا على الطابع الموسيقي اللي يلقى روحه اكثر فيه محمد رباح
على بالي بلي تتقني يعني طبوع مختلفه مقامات مختلفه في الثقيل في الخفيف في الطقطقه في العاصمي حتى في الحوزي، لكن واش من الطابع اللي يلقى روحه بزاف فيه محمد ربيع؟ والله يا كاين بزاف طبوع اللي نلقى روحي فيهم، مي الطبع اللي نلقاه في روحي سورتو كي يكون بيبليك يعني يحب هذاك الطبع نتاعه مع الناس دواقي الناس يعني الطابع الشعبي ولا الطابع الحوزي ولا انا موت على هذاك يلاه سورتو علاش البيبليك كاين دي بيبليك ما يدوقلكش شعبي ولا ما تقدرش تغني له شعبي يقول لك هذا جاي رقدنا بعد 12 دقيقه يقول لك خويا هاك حسابك وراه لداركم دونك انا حاجه اللي نلقى فيها يعني الطابع الشعبي هذا والحوزي والعصيبي منه والسورتو سورتو كي يكون جمهور يعني الدواق ولا هذاك الشيء هذا بيان تسمع على بالي نسمع العاصمي تفضل يعطيك الصحة والله ما بخلتنا اليوم بيك بليزير كما نقولوا معكم يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع القوال وصغى لما قالوا امل فلا تعجل واللي صبرونا له ياتي الفرج في الآن وزعبد من مولا الحزن والسلوان كلهم بإذن الله تفكرت وجرات دمعتي زادت لي تنكيت سخونة حرق فوق خدي زادت لي مارة تفكرت ليام وليالي وزمان العيد تفكرت رمضان في بلادي الحباب سارة تفكرت البهجة وما نطول شي نعمل دارة في دار السلطان قرا تاريخ كيام غرور سيدي عبد الرحمن يا الوالي مول الزيارة باب عزون والساحة باب الواد المشهور دور البولوغين تقابلك جبانة النصارى تفكرت البهجة تفكرت تزاير ما نطول شي نعمل دارة الله يبارك نحسوك متاثر بزاف بالمرحوم هاشم الدروازي الله يرحمه باسكو غناه فيه بزاف يبازي على حساب الناس الغربه باسكو علاش كاين ناس في الغربه ما يشوفوا فينا دوك على بالك يسمعوا اغاني كيما هادو تفكرت البهجه ما نطولش دهره جزائر زينه البلدان على بالك ملي يتاثروا يقيسوهم هذوك الان انا عشت في الغربه وشفت ناس كيفاش متاثرين على بلادنا ونوجدوا لهم ونوجدوا لهم كما يقولوا تحية سبيسيال منا نسلموا عليهم على ذكر الفنان الرحيل هاشمي قرواب شكون هما الفنانين اللي متأثر بهم أيضا محمد رباح من الجيل الزمن الجميل ومن الجيل الفني اللي راه ذوقه يعني اللي بالك من تاجك ولا شوفي الزمن القديم ما كاش واحد داخل ما قاملها كما يقولوا ملعون قاور روحي كاع ملعب باسكو علاش الناس تعبوا عليها باش لحقوا داروا اسم ما كانوش لي ميديا هذاك الوقت ماشي كيما دوكا كاين لا تيليفزيون البيبان مفتوحين كاين اليوتيوب كاين الجيل القديم تعب صح. باش قروابي ولا قروابي ولا عمر زي باش ولا عمر زي والله ما سهله اغاني ويسجلوا يروحوا دراهم ما كاش وترانسبور ما كاش و لبسة ما كاش مساكن يروحوا يخدموا ويدي يسجلوا اسطوانات هذاك الوقت يعني تعب واش نخدم ما نقدرش نقول لك بلي هذا خر ما هذا ولا هذا كاع ملاح كيما نقولوا كاع مدرسه كاع تعلموا منهم صح الله يبارك منهم كاع والزمن الجديد كاين اسامي جديده ما شاء الله سمعتهم والله غير الله يبارك والله كاين حبيبنا وخونا ديدين كاروم كاين كمال عثمان اللي معروف كمال الروجي معروف يعني في الدومين يحبوه بزاف الناس كاين كما نقولوا القائمه طويله ملي ما ذكرتش اسمه والله هذا انت ذكرت لنا اسماء في الطابع الشعبي يعني ولا الطابع العاصمي في طبوع الاخرى يقدر يسمع طبوع اخرى محمد رباح شنو هي الطبوع اللي بالك لو كان كي تطلع انت للسياره ديالك نقدروا نلقاو محمد راهو يسمع فيه انا نحب نسمع بزاف نحب نسمع المالوف الله يبارك المالوف قسطنطينوا تاعنا وكاين
احنا مارجي عبد العزيز بن زين الله يبارك صوت قوي ما شاء صح. الله اللي شرفنا وشرف الجزائر راح لدي فويس سيديور هذيك يعني كانوا ناس مستوى كان اللي شفتو تنخلعت انا كان يغني الله يبارك ماشي غير هو كانت حاضره ثانيه السيده تلجا تلجا ثالث كانت ماشي تلجا اسمها يا ربي نرجس نرجس, 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 نرجس صح نحكي لك على بن زينة قلت لك يعني صوت صوت قوي الله يبارك انا كشتو وسمعتو نعرفوا بن زينة نخدموا على سكيت كيف مي شرفنا وشرفنا هذا مثال كما نقولوا تعطي انسان يريبريزونتي الثقافه الجزائريه ما تحشميش به صح اكيد صوته ونسلبوا عليه اكيد ان شاء الله عزيز علي هضرت عليك ان شاء الله يكون لي مالا ضيف في برنامج صباح الخير يا الجزائر مستقبلا محمد على حسب الحديث ديالك والكلام ديالك حسيت ان الذوق ديالك يميل بزاف للتراث نعم كيفاش تشوف انه الفنان الجزائري اليوم يقدر يحافظ على التراث تراث السلف كيفاش اليوم انتم الخلف تقدروا تحافظوا عليه ولا تمرروه يعني بسلاسه لشباب اليوم شوفي الاخت واحد اللي عنده لي مويان يعني كافي روحه مليح ماديا يقدر هو يحافظ على التراث يدير تسجيل يدير لي سي دي يدير لي البوم يسجل و ان ارتست سي بي ماشي كافي روحه امبوسيبل يحافظ لك على التراث هذا دور الدوله الجزائريه اللي تعاون الارتست اطرافير تسجيل ودير له ديكوفري ودير تسمى انا نشوف المساله هذه نشوفها يعني باش الانسان يحافظ على التراث بلاده لازم تسجيل يكونوا لي زارشيف يكونوا تسجيل كي تشوفي الارشيف تاع التلفزيون الجزائري الله يبارك دوك تروحي نيمبورت كال شونتور تاع بكري تروحي الارشيف تجبديه هذا حاجه كيما نقولوا حاجه مهمه حاجه ولي زارتيست تاع دوكا لازم تسجل لازم الانسان يسجل ويدير لي زالبوم لي زالبوم ماشي تاع العراس ولا تاع يعني تاع قصائد وكسوسوا في الشعبي ولا في البدوي ولا في المالوف ولا في هذا هو الحل تاع ولا نقولوا لرصيدك الفني حابين نتكلموا على رصيدك الفني طيله هذه السنوات واش الاطفال اي ولادك الفنيين ولادي كما نقولوا زالبوم لي زالبوم عندي 13 البوم الله يبارك انا نشوفها قليله باسكو عندي 3 البوم الحمد لله يعني كما نقولوا لي زالبوم وقتيين تاع العراس تاع الصيف تاع مي ما نحشمش بهم كي نشوفوا شكون نغني ولا نشوف هاد لي زالبوم يعني حاجه ملتزمه وحاجه تاع وان شاء الله مازال الخير ان شاء الله عندي انا البوم بريباريت انا البوم مي مازال ما كملته مع الكوفيد هذا حبسنا خليناه في النص وان شاء الله بلو طار قبل ما نتكلموا على هذا الالبوم تاعك يعني المولود الجديد مع اتساع يعني المسيره الفنيه تاعك طويله واش من الاغنيه اللي تحسها قريبه لك نهضر الاغنيه اللي من الخاصه بك انت ماشي غوبريز ولا الاغنيه تاع محمد رباح واش الاغنيه اللي تحسها قريبه يعني توجور نولي للشعبي توجور كاين بزاف اغاني كاين سورتو تاع محبوباتي يعني التلاحين تاع محبوبتي يقعدوا في التاريخ علاش هذاك الوقت كان يلحن هارب على الوقت تاعنا ب 20 سنه باسكو لي زيدي اللي كانوا عنده تلاحين ونقول لك لي زيترونجي تنخلعوا فيه سمعي الاغاني اللي لحنهم يعني حاجه وبكري كانت الاذاعه الوطنيه شوفي الاوركستر هذاك لي فيولون والتوزيع الموسيقي حاجه مهمه وكك توجور متاثر بالاغاني تاع محبوباتي بزاف وفيما يخص يعني الرصيد الخاص بك انت الاغاني اللي لحنوا وكتبوا خصيصا لمحمد رباح واش من الاغنيه اللي تشوف روحك فيها اكثر كاين هذيك تاع اللي غنيتها من قبيل تاع ياسمينة اللي لحنها هذه كمال قطيش اللي بلغوا له السلام ولحنتها انا شويه سيتي لا بريمير شونسون تاعي في الجديد مالي كي اديتها انا درتها في الالبوم البكرة ديالك هذيك هي كنت نحبها بزاف الاغنيه باسكو ياسمينة تقدر تاع الانسان يعتبرها على بنته على مرته على بلاده على عندك جنان في الدار عندك الياسمين عندك كل واحد الوطن يعني ايضا يقيس التكست هذا وتحب ماذا بيك انك تادي الاغاني الوطنيه لا خاطر الفنانين الجزائريين دائما والله ما كان عندي الحظ ما كانش عندي الحظ باش ندير اغنيه وطنيه ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله راهي في البروجي
وان شاء الله كما قلوا يسعفني الحظ وندير باسكو علاش كاين ناس مختصين في هذا الشيء هذايا كاين يعني ديزارتيست مختصين غير في الاغاني الوطنيه والاناشيد ما جو بريفير هذوك اللي تسمى كيما لا انا كنقول الاغنيه وطنيه يعني ما تفهمهاش انه اغنيه وطنيه كما نقولوا احنا النشيد كما قلت لا كاين فنانين جزائريين في الشعبي في القبائلي في الحوزي في 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 القسنطيني ولا لكن دائما يكتبوا له اغنيه تتغنى بالجزائر يغنيها على طريقته على الموسيقى اللي راهو الطبع ديال هو متخصص في الطبع ديال صح والله غير كما نقولوا دوماج ما كانش عندي الحظ باش مي ان شاء الله معول هو مشروع ان شاء الله ان شاء الله والله درتي لي اون ايدي يعني ما خممتش فيها ما نقولش عليك ان شاء الله يا رب وان شاء الله بوكوا با كيما نقولوا يكون عندنا خاصه انه ولينا حنايا المؤدين ولا المغنيين تاع الاغنيه الشعبيه دائما كي تكون طقطوقه ولا اغنيه شعبي وين يتذكروا 48 ولايه صح لكن هذه الخطره راح يكون عندكم العمل راح تجهدوا بزاف يعني تزيدوا فيه ان شاء الله لانه دوك ما ولاوش 48 ولايه ولا 58 ولايه الله يبارك ان شاء الله الله يبارك نزيدوا دوك حتى القصيد راح يزيد يطول ان شاء الله كيما نقولوا مع الوقت ان شاء الله ان شاء الله يا رب نديروا حاجه يعني اللي ما درناهاش يعني في البالمارس يعني نديروها ان شاء الله ان شاء الله يعني. واش سمعنا دوك محمد حاجه خفيفه حاجه خفيفه يا ساقي وسقي حبيبي ويا لا 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 يا ساقي وسقي حبيبي ويا لا 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 صاحب الخد المورد يا لا 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 صاحب الخد المورد يا لا 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 طاب شربك لدى شربي ويا لا 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 طاب شربك لدى شربي ويا لا 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 يا أمير على الملاح ويا لا 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 يا أمير على الملاح ويا لا 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 الخلاعة تعجبني لأني وليع لأني وليع المال ملا ينفع في من لا يطيع في من لا يطيع هيا نعولوا يا حبي يا نعولوا يا نعولوا يا حبي يا نعولوا قلبي ما يحمل وانا حللو وانا حللو خليوني مع حبي نمزج القطيع نمزج القطيع في غرفة من الجوهر والمليح يلام والمليح يلام يا نعولو يا حبي يا نعولو نعولو يا حبي يا نعولو قلبي ما يحمل تقلق وانا حلالو دوماج ما جبناش درب كي اليوم نقلبوها لا لا يعطيك الصحة ما شاء الله عليك شكرا يعطيك الصحة محمد محمد هكذا قبل ما نختموا معاك ما بقاوش بزاف يعني واحد ثلاث دقائق فقط حابين كاين بزاف من الفنانين يحبوا يورثوا هذا الفن ديالهم لواحد من الأبناء ديالهم ولا واحد من الأقارب ديالهم هل أنت من المحبين يعني كان إن شاء الله يا رب تطوال العمر ابن محمد رباح ولا ابنة محمد رباح يحبوا يخوضوا هذا المجال يعني تشجعهم شوفي أنا عندي ولدي في عمره 19 إيه الله يبارك ما شاء الله وراد اللي كان صغير أديه العرس معايا عندي ولفته حبيت زمان ندخلوه في البوم ما خرجش ما ماشي بحبش ولا ما عنده حاجة إذا استريمو عندي ما جامي شتوهاش تقال الميول تاعو للسبور يحب السبور يحب لو جيدو الحمد لله الحق مستوى في جيدو يعني تما والله هذا الشيء هذا محمد بالك الابن ديالك لكن بالك الحفيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحه دونك والله غير هذا الشيء هذايا ما تقدريش تعرفي كيما بالك ما يجوش من الابناء تاعك يجوا من الحافي تاعك ربما يكون الحفيد ان شاء الله يا رب يواصل المسيره انا من الشيء هذا اللي قلت لك ورثته يعني كان عندي اخي يلعب البونجو بكري يلعب نسمعوا نسمع يخدم مع المشايخ يخدم دونك ما تقدريش تعرفي والانسان ما تقدرش تحتمي عليه حاجه ماهوش حاجه دخلوا درع الموسيقى باسكو شفنا كاين ديزارتيست دخلوا ابنائهم درع الموسيقى ما خرجوا مشاكل ما كاش لا لا خليه يعني يشوف وين يشوف روحه وين يشوف روحه يعطيك الصحه بالك مع ان شاء الله ربي ينجحوا كما قلت لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما نقولوا هذه موهبه ربانيه وفي المشاريع المستقبليه هكذا قلت لي كاين البوم ان شاء الله كاين هنا البوم اللي رانا بريباريناه بدينا فيه وخليناه في النص مازال الميكساج مازال ان شاء الله
ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله وتنقص الدعوه ان شاء الله ان شاء الله يا رب تعاونوا نكونوا في الموعد ان شاء الله وهذه هي وكما نقولوا هذه هي وفي الاخير هكا في الاخير ربما للمشاهدين ربما لفان تاع محمد رباح انا نحيي كاع الشعب الجزائري ان شاء الله اللي يشوفوا فينا هنايا وخارج الوطن ونحيي لابتيت فامي تاعي الزوجه تاعي ولادي وجيراني سورتو جيراني ولي زارتيست حبابنا كاع خاصه الزوجه لانه على بالنا بلي حياتي حنا ماهيش حياه سهله صح صابره صح والله صح نحيوها بالمناسبه الله يسلمك ولي زارتيست نبلغ لهم رساله نقول لهم الصبر والصبر ثم الصبر الانسان يصبر ما يقولش ما ناش نخدموا ما ناش كذا ولازم الله غالب الانسان يدير في بالو كاين ناس ماتوا وكاين ناس مرضوا ان شاء الله ربي والرزق هذا يمد ربي ان شاء الله كما قلت يرفع علينا هذا الوباء وهذا الاداء وتعاود تولي الافراح مجددا في الجزائر بلاد الافراح ان شاء الله يا رب ان شاء الله ونعاودوا كاع نزهه ونفرحوا وطوالي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بكم انتم صما في بليزير ويعطيكم الصحه والله هذا مشترك فرحنا لحضورك ان شاء الله وتكون فرص اخرى محمد بالتوفيق ربي يخليك ان شاء الله ان شاء الله يا رب مع محمد رباح الفنان المتالق نكونوا وصلنا إلى ختام برنامج صباح الخير يا جزائر لصبيحة اليوم نخليكم مع باقي برامج الوحدة وحدة برنامج صباح الخير يا جزائر نتلقى بكم الأسبوع القادم بحول الله إلى اللقاء هاد عليا وحش الرسول داتسي الفراق بنا هاني ما بيتيش والله دا قلبي يا رجوان قالك سداب في أرض فاس عالم بها قولا والروح الطيبة طيبة العقل حال يا ما دوا إلا تاش المرسلين من الفاقد حوص الباب الطيارة السما دخيل بسالكة من خرا عيروا ليش نحنكم أنو سلطة ونرا زوجنا بحماك يا المختار يا شاب نورا يا شاب نورا ينبوع الأداب والصرار صرار ظهرا أسيدي صرار ظهرا وصفيك يا جاش البرار تعقول حيرا ونفوص بطيب المرام بدري يسطح بسمان ايادي وموسمي وطيب صروري اتباع وتنوار قلبي ويعود رضيع القبشتان امن سيد السعاد روحي
وشوفات.